مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في هذه التغطية الخاصة بختام بطولة كأس سمو الأمير المفدى لكرة القدم، حيث ستقام المباراة النهائية برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. المباراة النهائية لكأس سمو الأمير تقام لأول مرة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي، اللي شهد عملية صيانة وتجهيز شاملة استعداد لهذا الحدث التاريخي اللي راح يشهد حضور جماهيري كبير وقياسي بعد نفاذ تذاكر المباراة بالتحديد. هذا الدور النهائي يجمع فريقين من أبرز الأندية القطرية، نادي السد بطل كأس سمو الأمير للعام الماضي ووصيف الدوري، وأيضا نادي الجيش الحائز على كأس قطر للسنة الماضية وثالث جدول ترتيب دوري النجوم لهذا الموسم. وأيضا أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مهمة إدارة المباراة لحكمنا الدولي خميس الكواري، اللي راح يكون له شرف إدارة مباراة الجيش والسد. طبعا للحديث عن الدور النهائي لكأس سمو الأمير لكرة القدم 43 في تاريخ كرة القدم القطرية، نرحب طبعا في ضيوفنا في الاستوديو الكابتن عادل خميس نجم السابق لكرة القدم القطرية. يا مرحبا فيك، نورتنا الاستوديو. وأيضا الأستاذ عبد العزيز معرفي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الشرق، حياكم الله معنا. قبل أن نبتدي الحوار طبعا ضيوفنا، راح ننتقل لتقرير وقراءة سريعة في استعدادات الفريقين في هذا التقرير. يبقى نهائي كأس سمو الأمير المفدى لكرة القدم الحدث الأهم الذي يترقبه الجميع، لما تمثله المباراة النهائية للكأس الغالية من قيمة معنوية كبيرة ذات مضامين رياضية واجتماعية وثقافية من خلال الفعاليات المرافقة لها. ويجمع النهائي هذا العام فريقي السد والجيش في نهائي أغلى الكؤوس، وقد شدد الحسين عموتة المدير الفني للفريق السداوي على أهمية الفوز بالمباراة أمام فريق الجيش والحفاظ على أغلى الكؤوس داخل قلعة الزعيم، وذلك كتعويض للفريق السداوي بعد الإخفاق في الفوز بأي لقب محلي. طبعا المباراة بتكون مهمة حق الفريقين، فريق نادي السد إن شاء الله راح يدخل بعزيمة قوية، وأيضا فريق نادي الجيش يحاول يكتب البطولة في تاريخه. مباراة بتكون قوية بين الفريقين، بيكون فيها حماس، بيكون فيها قوة داخل الملعب، إن شاء الله نرفع الكرة القطرية إن شاء الله فوق إن شاء الله. ورغم خسارته اسيويا امام الاخويا، الا ان عموت اكد جاهزيه لاعبيه، خاصه بعوده نجمه خلفان ابراهيم من الاصابه وبقياده لاعبه حسن الهيدوس المرشح لجائزه افضل لاعب لهذا الموسم. مواجهة السد أمام الجيش تبحث عن بطل، فالسد حامل اللقب يمني النفس بلقب جديد ينهي به موسمه المحلي، وعلى الجانب الآخر يدخل فريق الجيش اللقاء وهو يبحث عن إنجاز جديد له، وهو الذي تأهل لأول مرة في تاريخه للنهائي الغالي، نهائي أغلى الكؤوس. طبعا فريق السد فريق كبير، فريق متمرس على البطولات، طبعا نادي الجيش نادي حديث عن البطولات، بما ان ما عندنا الا بطوله واحده، اول شيء يعني شرف كبير لنا ان نصافح صاحب السمو الامير ان شاء الله في مباراه نهائيه وقويه ضد فريق يعني صراحه عنيد وقوي مثل نادي السد. واكد تونسي صبري اللموشي ان التاهل للمباراه النهائيه انجاز لفريقه والذي استعد بشكل جيد للقاء السد حامل اللقب وصاحب التاريخ العريق. مرة ثانية مشاهدينا نجدد لكم التحية في هذه التغطية الخاصة بنهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم، وأرحب بضيوفي مرة ثانية. كابتن عادل، اليوم ختام الموسم الرياضي، العرس الرياضي، ومسك الختام دائما بالخواتيم. هذه السنة يعني حدث رياضي يتم مرة واحدة في السنة، شو اللي لفت انتباهك في هذه البطولة بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي بحد ذاتها يعني البطوله فعلا يعني نهايه موسم
وعرس رياضي مثل ما ذكرتي. صراحة الفريقين يعني توفقوا في التشريف مثل هذه البطولة، وصولهم للنهائي هاي فوز بحد ذاته. الفوز الثاني هو الأكيد الفوز بالبطولة. طبعا الكرة فيها فوز وخسارة، طبعا اللي بيركز اليوم من خلال مباراة اليوم هي تركيز. يعني أنا خضت هاي البطولة إذا فيها تركيز، على ما أعتقد راح الفريق اللي فيه تركيز على ما أعتقد راح يحسم المباراة، لأن هي فرصة فرصتين بتجي المباراة. إذا ما يعني خلصت ما تعتمد على الحظ، على التركيز. لا أكثر لا لا حتى. التركيز أكثر حاجة. يعني أنا كنت أحث زملائي في خصوصا في هذه البطولة لأنها غالية علي فعلا. يعني فزنا فيها 7 مرات فعلا، يعني هي ختام موسم وبطولة جميلة وكل الأنظار تكون متجهة عليها. أكيد طبعا البطولة راح تقام في ملعب جاسم بن حمد في نادي السد. هل تعتبر هذه إضافة للملعب التاريخي؟ وأيضا هل ممكن أن يستفيد منه نادي السد بما أن ملعبه؟ أول شيء هو كملعب استاد نادي السد أول مرة تقام عليه البطولة. نعم. بسبب يمكن الاشغال اللي صايرة في استاد خليفة في الوقت الحالي اللي هو راح يتجهز لكأس العالم 2022 إن شاء الله. احنا مثل ما كنا عارفين بأن النهائي كان المفروض أو مقرر له يكون في نادي الغرافة، لكن تم تغيير أعتقد في الأسبوع الأخير لبعض الظروف اللي ذكرها اتحاد كرة القدم، واللي فضل اتحاد كرة القدم أن المباراة تكون في استاد جاسم بن حمد في نادي السد. المباراة يمكن بالنسبة لنا احنا او نادي السد اذا راح تكون اضافة هذه ان المباراة راح تكون على ملعبه، ما اعتقد، لان جميع الاندية متعودة يعني في قطر مثلا جميع الاندية متعودة تلعب على كل الملاعب. فنادي الجيش لعب على هذا الملعب عدة مرات، عارف الملعب وعارف ارضيته. المباراة اليوم انا اتوقع ان راح تكون يعني السد له رغبة كبيرة في الفوز، لأن هذه آخر فرصة له في هالموسم أنه يطلع بطولة بعد ما راحت عليه بطولة الدوري وبطولة كاس قطر. الجيش حاب يعوض اللقب اللي فقده في كاس قطر، حاب يسجل اسمه ضمن الأندية الفائزة بكاس سمو الأمير، على اعتبار أنها أول مرة يوصل للنهائي، وفي الوقت نفسه فرصة تاريخية كبيرة للعيبته للفوز. طبعا الفوز الاساسي للاعبين هو التشرف بالسلام على حضره صاحب السمو أكيد. شيخ تميم بن حمد. واما الهدف الثاني لهم في المباراه هذه وهي الفوز، واعتقد انها هي فرصه كبيره لنادي الجيش انه يحقق هذا الهدف الغالي له. يعني مثل ما ذكر استاذ عبد العزيز، هاي لاول مره فريق الجيش انه يوصل للنهائيات في تاريخه. صحيح الجيش يعني في تاريخه أول مرة، يعني هو عمره على ما أعتقد ما يقارب 6 سنوات من 2011 ايه تقريبا تم تأسيسه. أربع سنوات يعني على ما أعتقد هذا إنجاز. اسمح لي عادل، هو 6 سنوات صح على اعتبار أنه لعب موسمين في الدرجة الثانية. الدرجة الثانية نعم، يعني حديث العهد. نعم. حديث العهد على ما أعتقد يعني هذا إنجاز، والإنجاز الأكبر إذا فاز بالبطولة اليوم. يعني فريق مثل الجيش حديث العهد، هل مواجهته مع فريق السد صاحب الخبرة يعني فريق لا يستهان فيه، هل راح تكون يعني يتأهل في هاي بكل سهولة؟ طبعا الجيش على ما أعتقد يملك عناصر يعني أغلبها في منتخب قطر، بالإضافة إلى المدرب صبري اللموشي على ما أعتقد خبرته كبيرة في الملاعب القطرية. وانت واجهته من قبل؟ واجهناه من قبل، لكن على ما أعتقد الجيش على ما أعتقد اليوم جاهزيته للمباراة ووصوله للنهاية على ما أعتقد جاهز. طيب صحيح أن السد عند خبرته في البطولة هاي خبرة كبيرة، لكن على ما أعتقد الجيش جاهز للمباراة. نعم، يعني إذا تكلمنا تاريخيا المواجهات بين نادي الجيش والسد عددها 11 مواجهة، بينهم تعادل 1 إيجابي. السد فاز على الجيش 4 مرات، لكن نلاحظ الجيش فاز على السد 6 مرات، يعني الجيش متفوق عليه. لكن إذا تكلمنا عن هالموسم بالتحديد نلاقي أن الجيش فاز على السد في كاس قطر، في كاس قطر مرة واحدة، والسد مرة فاز واحدة على الجيش مرتين في الدوري. مرتين في الدوري. السد ثاني دوري وصيف، وأيضا الجيش هو الثالث، يعني 2-1
تقريبا نظريا متكافئ، في تكافؤ بين. لا شوي، انت المباريات ممكن تغير ما بين المباراه والثانيه، ممكن انا افوز عليك في القسم الاول ارجع اخسر، يمكن عادل عاش التجربه هذه سنوات طويله عبر مشواره الكروي، ممكن تفوز عليه في القسم الاول ارجع افوز عليك في القسم الثاني. نهائي كاس الامير له وضعيه خاصه، لا حياه خاصه، المباراه هذه حياه خاصه للاعبين كلهم. يمكن عادل هو اول لاعب في قطر واخر واحد الحين اللي فاز بكاس الامير اربع مرات متتاليه، ولعب في نهائي كاس الامير خمس مرات. كم مره قلت لي رفعت الكاس؟ خمس مرات بس، اربع مرات متتاليه، اربع مرات متتاليه، والمره الخامسه وانا اذكر بامانه يمكن السد عنده لغه الفوز. الجيش نفس الشيء، الحين بدا فريق كبير، بدا فريق منافس، خبره الفوز ممكن، لا روح الفوز عندهم. يعني مثلا انا اذكر في نهائي 99 لما لعبت ويا الريان اول مره الريان فاز بكاس الامير. نعم، اسف على مقاطعتك استاذ عبد العزيز. طبعا نشهد الان وصول صاحب السمو شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الى ملعب جاسم بن حمد لحضور نهائي كأس سموه. طبعا هاي اللحظات يعني لحظات لا تقدر بثمن، تشريف حضرة صاحب السمو وحضوره مع اللاعبين مع الجماهير مع الإعلام، يعني دليل واضح وقوي على اهتمام ودعم الدولة والحكومة القطرية للرياضة والرياضيين. طبعا الكل يعني بعد قليل سيقف احتراما لسيدي سمو الأمير، بعد قليل يعني راح نشوف هاي، ايش رايك؟ تفضل. نوقف احنا بعد ها؟ اكيد اكيد بعد شوي راح يكون في سلام وطني. لا انا اقصد التحيه، تحيه سمو أكيد الامير يعني اكيد بعد شوي. تعليقك كابتن. هذا شرف للجماهير اليوم حضور امير بلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد. وهذه النجاح على ما اعتقد طبيعي، يعني امير رياضي وشعب يحب الرياضه، اليوم نشاهد الامير بلاد المفدى في نهائي كاس الامير، اكيد يعني هذا دافع للرياضيين وللشعب القطري انه يكون متواجد من خلال هذه المباراه الجميله. يعني مثل ما نشوف استاذ عبد العزيز هاي الجمهور والحشد الكبير، شنو رايك فيه؟ طبعا احنا تعودنا في السنوات السابقه تواجد الجماهير وبكثره في المباريات النهائيه لسيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى. بامانه احنا يمكن نشوف في بعض الدول المجاوره والدول العربيه هناك في إقامة مثلا نهائي كاس الملك او نهائي كاس الامير او نهائي كاس البلد تسمى مثلا كاس باي بلد، لكن ما نشوف مثلا زعيم الدوله متواجد في الحدث، ممكن ينوب عنه اي شخص اخر. وجود سيدي حضره صاحب السمو في المباريات هذه مثل ما نشوف استاذ عبد العزيز سمو صاحب السمو امير البلاد المفدى يحيي الجمهور واللاعبين، يعني الكل يقف طبعا احتراما لسموه. تفضل كم. فاهتمام سموه وحرصه على تواجد ما عليه مشكله، ما عندي مشكله. بنروح للسلام الوطني ونرجع ان شاء الله. Thank you.
هذه إذن الأجواء الختامية للموسم الرياضي. كابتن عادل، توقعاتك للشوط الأول؟ صراحة تحمست أنا المباراة. تحمست من أولها؟ والله تحمست المباراة. يعني نتمنى نكون موجودين هناك. أيوة لا تحمست اللعبة. هو يبي يلعب مو بيبي يشوف المباراة، وودي يكون داخل وياهم. اي اكيد طبعا. انت عايشت هاي اللحظات قبل وقبلها بليله، شنو كنت تحسون؟ شنو كانت الاحاديث اللي كانت بينكم قبلها بليله، قبل ليله المباراه او قبل المباراه بلحظات؟ هي فيها طقوس صراحه، هاي المباريات النهائيه فيها طقوس. يعني اكيد الضغط النفسي هذا بيصاحبك ليه صفاره الحكم، يصفر الحكم خلاص الضغط يروح. طبعا في ضغط نفسي وضغط اعلامي وضغط من الجماهير استاذ عبد العزيز، كيف ممكن الفريق يجنب لاعبيه هذه الضغوطات واي مؤثرات طبعا خارجيه؟ هاي عندها عاد الخميس هو عاشها. انا هاي بشكل عام يعني جرايد برامج تلفزيونيه ما شوف صراحه، يعني لان هي اللي تضغط اللاعب في نفس الوقت. اليوم وسائل الاعلام، وسائل في كل مكان، يعني على ما اعتقد الحين مع بعض نروح نتحول الى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد وبدايه المباراه، ونتمنى للجميع متابعه طيبه. حضر هنا في استاد جاسم بن حمد، خاصه وان استاد خليفه في مرحله اعداد لمستقبل افضل ان شاء الله المرحله القادمه. كان من المفترض ان يكون النهائي على ملعب ثاني بن قاسم، ملعب نادي الغرافه، ولكن تم نقله هنا الى استاد جاسم بن حمد، واحد من اجمل الملاعب في المنطقه العربيه كلها، وقد يصنف واحد من افضل ملاعب العالم، يسع ل 15,000 متفرج، واحد من الملاعب المكيفه درجه الحراره برا في الخارج تصل الى 35 و 38 و 40 درجه مئويه، بينما هنا داخل الملعب تصل الى 21 درجه مئويه. نادي السد يلعب اللقاء مشاهدينا الكرام على امل حصد البطوله المحببه والمفضله اليه في 14 لقب من قبل. هو حامل لقب البطوله في النسخه الاخيره على حساب السيليه بثلاث اهداف مقابل لا شيء، بينما نادي الجيش يحظى بشرف التواجد في هذا اليوم الكبير لاول مره في تاريخ النادي الذي نشأ وتواجد كبيرا من البداية ومنافسا قويا. السد بحسين عموتة مدرب، والجيش بصبري لموشة صبري لموشي مدرب. أدي حسين عموتة المدرب المغربي، بينما صبري لموشي المدرب التونسي من أصول تونسية ولكنه فرنسي الجنسية، يقود نادي الجيش. نادي السد وصيف للدوري والجيش ثالث للدوري، معا تقابلا في كأس ولي العهد وفاز الجيش ووصل للنهائي ولكنه خسر أمام الأخوية. السد لم يحصد الدوري، لم يحصد كأس قطر، يتمنى حصد بطولة كأس سمو الأمير، خاصة وأنه مقبل على لقاء عودة أمام الإخوية إن شاء الله منتصف الأسبوع في لقاء العودة في دور 16 لدوري أبطال آسيا. لقاء بطاقم تحكيم قطري، خميس الكواري يدير النهائي لأول مرة في تاريخه، وهو الحكم القطري رقم 13 الذي يدير النهائي رقم 24 للحكام القطريين الذين أداروا مباريات البطولة وعددها 23 بطولة من قبل. مشاهدينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، أغلى الكؤوس، نهائي كأس سمو الأمير بتشريف وحضرة سمو الأمير تميم بن حمد وسمو الشيخ جاسم بن حمد وأصحاب السمو الشيوخ. مشاهدينا الكرام، من ملعب جاسم بن حمد ملعب نادي السد نلتقي وإياكم. السد والجيش، السد باللون الأسود، الجيش باللون الأبيض. السد يلعب بتشكيلة مكونة من حراسة المرمى سعد الشيب، أمامه الرباعي المهدي علي، محمد كاسولا، وليونج، وكيمو عبد الكريم حسن. انطلاقة للسد من البداية، البحث عن هدف مبكر وعرضية أرضية، ولكن إنقاذ من دفاع نادي الجيش. السد يريد أن يحسم الأمور مبكرا خوفا من الإجهاد ومستقبل المباراة. الجيش يتمنى أن يحصد اللقب لأول مرة في تاريخه. حضرة طاقم تحكيم قطر يقود خميس الكواري مع اثنين مساعدين، طالب سالم المري وسعود أحمد، والحكم الرابع سلطان السفياني، الحكم الخامس هو أحمد السيد، والسادس الإضافي هو محمد الشمري. نادي السد بقيادة طلال بلوشي ونزير بالحق في خط الوسط، أمامه حسن الهيدوس وخلفان وعلي أسد ورأس الحربة مريكي. النهاردة عودة خلفان النجم الكبير، كان غايب الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، شارك في الشوط الثاني أمام الإخوية في دوري أبطال آسيا، بينما فريق الجيش كامل العدد. بينما السد يبدأ بقوة من جديد، انطلاقة ثاني واختراق ثاني، ثاني من جديد إلى مريكي، وأول أهداف اللقاء عملوها، أول أهداف اللقاء، بيب بيب بيب، يا فرحة عيال الدين، من البداية عملوها من
البداية سجلوها، والبرازيلي موريكي يسجل أول أهداف اللقاء في أغلى الكؤوس، يرفعون من البداية الرؤوس. نعم نعم نعم، في أغلى الكؤوس يرفعون من البداية الرؤوس، ويقدم موريكي نفسه بعد خطأ كبير من دفاع نادي الجيش، انطلاقة واختراقة، يا لها من استفاقة من البداية، وموريكي يصدق على أول أهداف اللقاء، بيعدي ويفوت، بيباصي ويشوط، تاني يا ولد، توت توت توت، جمهور عيال الديب مبسوط. 1-0 1-0 قالوا وكتبوا وسمعنا. أن كأسك يا تميم دائما من نصيب الزعيم. كان سمو الأمير وليا للعهد، وكان دائما نادي السد أكثر من يحمل كأس البطولة. سمو الأمير تميم بن حمد وكأس البطولة يبدو أنها قد تكون في طريقها للمرة 15 لنادي السد للزعيم، إلا إذا كان للكوماندوس للوحوش نادي الجيش رأي آخر في العودة إلى المباراة. لكن هدف مبكر يعطي كثير من الطمأنينة والثقة، يعطي كثير من الهدوء، يعطي استراتيجية قد تختلف، يعطي جهد قد يختلف، يعطي رغبة جديدة لفريق نادي الجيش لمزيد من الضغط من أجل العودة للمباراة. بداية قوية جدا جدا. موريكي اللاعب البرازيلي إلى حسن العيدوس من أفضل لاعب الموسم إن لم يكن أفضلهم. تاني خلفان الجوهرة الجوهرة الجوهرة، ضاعت هربت راحت، وأحمد سفيان حارس مرمى نادي الجيش يتألق ويبدع، وخلفان يصول ويقول كان هيجيب تاني جول، ولكن دفاع وحراسة مرمى نادي الجيش بالمرصاد في اللحظات الأخيرة. أي بداية يا زعيم، أي بداية يا زعيم، بكل إصرار وبكل تحدي من البداية رفعوا شعار ما في حد أدي، فعلا ما في حد أدو، لأن 14 بطولة من نصيب نادي السد رقم قياسي لم يحدث في تاريخ البطولة أبدا، يأتي بعده النادي العربي بثمان بطولات، الغرافة بسبع بطولات، الريان بستة بطولات، الأهلي بأربع بطولات، قطر ببطولتين، وأم صلال ببطولة واحدة. الزعيم يتفرد دائما وأبدا بالانتصارات والإنجازات، ولكن يصطدم اليوم بفريق قوي أخرج الزعيم من كأس قطر، والآن الانتصار لرد الاعتبار والصعود مجددا إلى منصة الكبار، ومصفحة سمو الأمير هو الهدف الأسمى سواء كان للزعيم أو للكوماندوز. نادي الجيش يلعب بحراس المرمى أحمد سفيان، خط الظهر يوسف مفتاح، عبد الرحمن أبكر، أندرسون ولوكاس مينديز، خط الوسط محمد عبد الله المثناني ووسام رز، أمامهم ماجد محمد، واجنر ورومارينيو، ورأس الحرب عبد القادر إلياس. حكم اللقاء خميس الكواري 33 سنة مدرس التربية الرياضية بمدرسة اليرموك الإعدادية، أدار هذا الموسم 13 مباراة في دوري نجوم قطر، ليبقى سعود العزبة وفهد جابر أكثر من أدار مباريات في الدوري برصيد 18 هدف، ولكن موسم محترم، ويواصل الحقيقة أداؤه الجيد خميس الكواري حكم اللقاء، حاله حال كثير الحقيقة من الحكام القطريين اللي ظهروا بشكل جيد في الفترة الأخيرة. من البداية يبدو أن هناك إصابة لمحمد عبد الله المثناني لاعب خط وسط نادي الجيش، نادي السد التحضير للمباراة، خطأ كان من وسام رزق، وضغط عليه طلال البلوشي زميله ورفيقه، معا فاز باللقب مع السد مرتين، بينما موريك استلام بدوران بتحضير ويعد ويفوت ويشوط، توت توت توت، يا فرحة يا فرحة عيال الديب بهذا الهدف المبكر، وروعة موريك بالاستلام تحت ضغط بالدوران، وضغط طلال البلوشي ورفاق الأمس منافسه اليوم ما بين طلال البلوشي ووسام رزق، معا كان بتوب السد، والآن كلاهما وجها لوجه في مواجهة السد والجيش. موريكي اللاعب اللي إمكانياته كبيرة جدا جدا، لكن الإصابة عطلت ظهوره بالمستوى الكبير، خاصة أن السد، خاصة أن الزعيم، خاصة أن قطر، خاصة أن منطقة الخليج، خاصة أن كل الدول العربية تنتظر صفقة عالمية. خلاص خلاص خلصت الإجراءات، واحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم وفي تاريخ أسبانيا تشافي هرنانديز حاضرا هنا مع الزعيم إن شاء الله في المرحلة القادمة. انطلاقة أمامية، قبل كده كان راؤول نجم ريال مدريد، والآن تشافي نجم برشلونة، قبل كده كان روماريو نجم البرازيل وبرشلونة وأندوفن وعديد الأندية. إذن الزعيم دائما وأبدا يجلب النجوم وأصحاب الأسماء الكبيرة، والاستفادة بخبراتهم وإمكانياتهم وإسعاد جماهيره وجماهير كل الكرة القطرية. انطلاقة تاني من جديد، ضغط قوي، ولكن على طول يطلع المهدي علي اللي بيلعب في خط الظهر جنب ليونج،
محمد كسولة بيلعب كباك يمين، صبري لموشي فاز باللقب من قبل كلاعب ولكنه أصيب في النهائي ولم يلعب لقاء أم أصلال وغرافة في عام 2008، يعني من 7 سنوات مدرب الجيش كان حاضر وفاز بهذا اللقب الغالي. لكن طلال البلوشي فاز باللقب من قبل مرتين، هو كابتن السد، هو اللي ضغط على وسام رزق، هو اللي حرم وسام رزق من أن ياخد مساحة أو زمن، فنجح في غلق الطريق بل قطع الكرة بشكل جيد ومرر إلى موريكي اللي سجل أول أهداف اللقاء. بداية قوية، بداية كبيرة بحضرة سمو الأمير تميم بن حمد في المقصورة الرئيسية للملعب التحفة ملعب جاسم بن حمد، حضرة سمو الشيخ جاسم بن حمد وأصحاب السمو الشيوخ سعد الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وكل المسؤولين. انطلاق أمامية من تاني ولكن في أوفسايد وتسلل على عبد القادر إلياس. عبد القادر إلياس رأس الحربة خميس الكواري، بقول لحضراتكم هو الحكم القطري رقم 13 اللي يدير نهائيات كأس سمو الأمير على مر التاريخ، وده النهائي رقم 24 للحكام القطريين. لكن في عندنا 19 نهائي تم إدارتهم بحكام أجانب، 8 منهم عرب و11 بحكام أجانب غير عرب. الحكام العرب اللي أداروا نهائيات هذه البطولة من 6 جنسيات من فلسطين والأردن ومصر والسعودية والجزائر والمغرب. كان سعيد بالقولة رحمة الله عليه هو ممثل المغرب اللي أدار كان نهائي كأس العالم 98 بين البرازيل وفرنسا. رومارينيو ضغط قوي على طول، لكن الكوري الجنوبي لي يونغ استخلاص على طول، ولكن ضغط في نص الملعب في النادي الجيش، واحد من الفرق المحترمة جدا جدا، من الفرق اللي تقدر تعود للمباراة بقوة، تعود من حيث الأداء ويعود من حيث النتيجة. فريق الجيش يمتلك إمكانيات ومهارات، ماجد محمد السداوي السابق وسام رزق السداوي السابق بنجوم نادي الجيش بصبر لموشي ثالث ترتيب الدوري اللي فازوا على نادي السد 3-1 في كأس قطر وأخرجوا الزعيم من الدور نصف النهائي قادر على العودة للمباراة. وهذا ما يعمل حسابه تماما نزير بالحاج النجم الجزائري يحاول، ولكن على طول وسام رزق في الوقت المناسب إلى رمية التماس، إلى رمية التماس وسام رزق. ودي نزير بالحاج وإحساس لعيبة نادي السد بالمسؤولية كبير، شفناهم في نصف النهائي لما فازوا على الإخوية، هو الفريق اللي خرج الإخوية من البطولة، وحسن الحدوس كان سجل هدفين لو نفتكر خلال المشوار. السد وصل بعد ما في ربع النهائي تخطى الخور 3-1 وفي نصف النهائي تخطى الإخوية 2-0 بهدفي حسن الهيدوس، بينما الجيش في الدور ربع النهائي فاز على الريان 5-1. كل الأهداف كانت في الشوط الثاني، وأمام قطر فاز في الثواني الأخيرة بصعوبة بعظمة رومارينيو وفاز على قطر 2-1 بهدف رومارينيو وعبد القادر إلياس. ضربة حرة لصالح نادي الجيش، تنظيم على أعلى مستوى، تصوير وإخراج إذا كنا بنقول طاقم التحكيم قطري للبطولة الثالثة على التوالي بعد غياب 12 سنة للتحكيم القطري عن إدارة مباريات أغلى الكؤوس بعبد الرحمن عبده ثم خميس المري والآن خميس الكواري، 3 حكام قطريين للبطولة الثالثة على التوالي. ومنذ عام 2003 الآن المخرج قطري، المخرج للمباراة بمئة كاميرا، ننقل لحضراتكم هذا الحفل وهذا المهرجان وهذا العرس الكبير، و38 كاميرا لنقل أحداث المباراة داخل الملعب بأعلى تقنية وأحدث تقنية في العالم على مستوى الصورة وجودتها، على مستوى الصوت ونقاؤه وقيمته. كل هذا الكلام من خلال إخراج قطري خالص. حمد الكواري هو مخرج أحداث هذا اللقاء الكبير وهذا العرس الكبير، يوم للابتسامة، يوم كله سعادة، يوم كله فرحة، ابتسامة مجتمع وسعادة أمة وفرحة وطن، هذا هو اليوم الغالي، يوم أغلى الكؤوس بحضرة سمو الأمير، وبالتالي الكل يشرف بأن يتواجد على منصة التتويج سواء فاز بالمباراة أو لم يفز، وصفحة سمو الأمير دائما وأبدا هو الهدف عند كل الأندية وكل اللاعبين والمسؤولين والحكام. ضربة حرة، ضربة مرمى لصالح نادي السد، أدي وسام رزق الكاميرا معاه على اعتبار أنه أخطأ في الهدف اللي اتسجل في بداية المباراة، فالمخرج على طول حمد الكواري معاه بيتابعه بيشوف ردود أفعاله، لكن هو خبرته الكبيرة وفوزه باللقب قبل كده، لعبه مشواره سواء مع نادي قطر، مع نادي السد، مع نادي الخور، مع
نادي الجيش خبراته كبيرة جدا جدا، كأكثر من 100 مباراة دولية تعيد المباراة بسرعة على مستوى هو داخل المباراة باتزان كبير. ماجد محمد أمامية على طول عبد القادر إلياس، يا سلام يا سلام على الكوري لي يونغ في الوقت المناسب إلى رمية التماس. كتير من الترشيحات في صالح السد قبل المباراة، رغم أن السد جاي من بعض الإجهاد في لقاء الإخوية في دوري أبطال آسيا، وسيذهب أيضا بعد 4 أيام إلى لقاء جديد أيضا أمام الإخوية، لكن على طول سعد الدوسري أو سعد الشيب في الوقت المناسب يتدخل وينقذ الموقف. الجيش بيغيب عنه حارسه الأساسي سعود الخاطر، ولكن عاد الحارس اللي كان أساسي أحمد سفيان، وبالتالي لا فرق ما بين سفيان وسعود الخاطر. حكم الحارس الاحتياطي النهاردة هو فهد يونس أحمد ابن يونس أحمد النجم وحارس مرمى نادي الريان السابق والحارس الدولي عبد الطريق الكبير. أوريكي روح جميلة، معنوياته مرتفعة، سجل هدف في البداية. خميس الكواري حكم اللقاء، واحد من حكام النخبة في قارة آسيا، 13 مباراة في دوري النجوم و7 مباريات في كأس سمو الأمير خلال مشواره حتى الآن. أدي على طول الباس العميق من أبكر إلى يوسف أحمد إلى يوسف مفتاح، ولكن يسيبها إلى رمية التماس إلى رمية التماس. نادي السد محظوظ إن البطولة طبعاً أصبحت بتتلعب على ملعبه اللي حافظه بيتمرن فيه وبيعمل فيه كل حاجة، لكن برضه محظوظ نادي الجيش إنه بيلعب في هذا الملعب التحفة وفي أجواء جميلة وعظيمة وفي مناخ الحقيقة وطقس مكيف زي ما قلت لحضراتكم. حسين عموتة كان حاضر في هذا النهائي أكثر من مرة وهو لاعب مع نادي السد، والحكم الرابع النهاردة سلطان السفياني كان حاضر كستوبر مع نادي الريان ولعب ضد حسين عموتة اللي كان مهاجم لنادي السد، والكلام ده كان في 99. والآن سفيان هو الحكم، سلطان سفياني هو الحكم الرابع في المباراة. رومارينيو والضربة الحرة، ولكن على طول عبد القادر إلياس ومعاه عبد الكريم حسن تطلع إلى ضربة المرمى. زعلان عبد القادر إلياس على اعتبار إنه بيطلب بضربة ركنية، لعيب كويس لعيب محترم من اللعيبة اللي صعدوا بالفريق. أوه أدي الخطأ الكبير اللي كان من أندرسون، ودي موريكي الحقيقة عمل فنت جميل خدع بيه أبكر وبسرعة أداء من تحت وسام رزق اللي راح يغطي نفسه ويغطي زميله أندرسون، وعدم الرضا طبعا وسوء الحظ من وجهة نظر وسام رزق في التعثر في اللعبة الأخيرة، وفرحة فرحة فرحة لموريكي وحسين عموتة بأول أهداف اللقاء بعد دقيقة واحدة من البداية. بداية قوية وسيناريو الحقيقة أي حد يحلم بيه ويتمناه. المهم بعد الهدف ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ هو ده الكلام. بدأ نادي الجيش يضغط تاني من فوق، ومهدي علي صاحب هدف من هدفي الفوز في خليجي 22 في مرمى المنتخب السعودي قبل أن يأتي خوخي معلام ويحصد البطولة بالهدف الثاني لثالث مرة في تاريخ العنابي. ملعب البطولات ملعب جاسم محمد ملعب نادي السد كان شاهداً على الفوز بكأس الخليج الثانية للمنتخب القطري في عام 2004 خليج 17، كان شاهداً على نهائي الأسياد ما بين قطر والعراق، وسجل وقتها بلال محمد في مرمى أحمد سفيان اللي واقف في حالين حارس مرمى نادي الجيش، نفس الملعب اللي شهد مسيرة نادي السد الفائز بدوري أبطال آسيا للتاني مرة في تاريخه في 2011، ومنها أصبح ثالث العالم هناك في اليابان. هو ملعب البطولات وبالتالي كأس سمو الأمير هنا على هذا الملعب. أعطت فرصة كبيرة للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة والعظيمة. ضربة حرة تاني لصالح نادي الجيش. معركة خط الوسط النهاردة في برنامج تكتيك الدكتور جاسم الحربي والكابتن رادش نيشل على قنوات الكأس اتفقوا تماما أن معركة خط الوسط وأن مساحة خط الوسط والثلث الأوسط سيكون من خلاله مناورات لإحراز الأهداف وكيفية القضاء على هذه المناورات، تحضير والتصويب. الله الله الله، ولكن فاول على عبد القادر الياس. رومارينيو وفي القائم، ولكن قبلها كان في صافره من خميس الكواري حكم اللقاء، وفاول على عبد القادر الياس. فاول على عبد القادر الياس عم لمسه يد يا عبد القادر. لا يا عبد القادر لا مالكش حق، عشان كده كان هو ابتسم القرار. واللعيبه عارفين طبعا هم اصلا الحقيقه ملتزمين باستمرار وعموما، لكن في اليوم ده بالذات بيبقى في تعليمات الحقيقه من الاجهزه الاداريه والاجهزه الفنيه بقيمه اليوم وعظمه اليوم وسعاده اليوم وفرحه اليوم. مفيش كلام. السد 20% من اليمين، 40% من الشمال، 40% من العمق.
دي محاولات السد للاختراق اثناء المباراه اول باول. بروزون نتائجه اول باول. رومارينيو الخطير ينطلق وفاول، ضربه حره لصالح الكوماندوز وفاول بل وانذار. لا ما فيش انذار، اكتفى بعقوبه فنيه. ودي رومارينيو وفاول وضربه حره لصالح نادي الجيش. النهارده برنامج البروزون نتائجه لحضراتكم اول باول على الشاشه ان شاء الله، احصائيات اول باول. ادي رومارينيو فعلا في فاول واضح كان يستحق الانذار او قد يكون. قلت لحضراتكم 38 كاميرا هيمتعنا بيهم ان شاء الله حامد الكواري مخرج المباراه، كاميرات خاصه بالتكنيك للاعبين بالاقدام، كاميرات خاصه ببعض النجوم، كاميرات خاصه بالتسلل، كاميرات خاصه بحراس المرمى، والسبايدر كام موجوده تنقل لحضراتكم كل ما يحدث داخل جنبات الملعب، والهليكوبتر هو من بدا افتتاح المباراه وهو ما سينهيها في نهايتها. المهم ان شاء الله يخرج اليوم يليق بقيمه الحدث وعظمه الحدث على مر التاريخ. ضربه حره، لعيبه السد كانوا زعلانين، ليه زعلانين؟ لان شافوا ان الحكم حط الكره على بعد 21 متر، هم شافوا ان الفاول كان على بعد 25 متر، واللاعب موريكي هو اللي رمى نفسه في اتجاه الامام، وبالتالي اصبحت الكره موجوده في مساحه اقرب للمرمى، وده شيء يعتبر لام. ضربه حره، ضربه حره، لوكاس مينديز فرصه للتعويض، فرصه للتعويض، ولكن ضربه مرمى، ضربه مرمى البرازيلي لوكاس مينديز اللي استفاد منه صبر الموشي وحطه كظهير ايسر، واستفاد بابكر كاستوبر، واحد من ثلاث محترفين بيلعب بيهم نادي الجيش، اثنين منهم بيلعبوا في خط الظهر، وقد يستغرب البعض ان يكون محترف وبيلعب باك شمال على اعتبار انه مركز محدش بيهتم بيه كثير قوي من المحترفين، لكن شفنا نزير بالحاج جاي كلاعب محترف مع نادي السد باك شمال، وظهور عبد الكريم حسن خلاه يلعب ارتكاز، شفنا محمد عبد الشافي مع النادي الاهلي السعودي محترف كباك شمال، وهكذا. هذا الموقع الباك الشمال والباك اليمين قيمه كبيره في تكوين قدرات وامكانيات الفريق، ترك كره طويله اماميه على طول عن الدوسري، ولكن انقاذ في الوقت المناسب، انقاذ في الوقت المناسب. كل الصحف، كل المجلات، كل وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه والالكترونيه في منطقه الخليج وفي قطر، هي كله حضر نفسه وكله حضر الاحصائيات للبطوله على مر التاريخ. استاد الدوحه تتفرغ هي عن غيرها بكثير من الامور الرقميه والتاريخيه، وده يحسب لمسؤوليها ويحسب لكل المسؤولين في الإعلام القطري، هذا التطور الكبير الحقيقة الذي تشهده ويشهده الإعلام القطري خاصة المقروء في الفترة الأخيرة. أما المرئي ف600 موظف بقنوات الكأس نعمل ونجتهد من أجل أن تظهر هذه الصورة الجميلة لحضراتكم، ونسعد بانضمام قنوات وتلفزيونات خاصة بالدول العربية تنقل أحداث هذا اللقاء وهذا اليوم الكبير على الهواء مباشرة بنقل حصري أو الناقل الخاص والحصري للبطولة قنوات الكأس ولجميع وبقية الدول العربية والقنوات الخاصة. ليونج، مهدي علي راجع لورا، طلال البلوشي، أدي طلال جاي نازل في مكان كسولة، اتقطعت بسهولة جدا إلى عبد القادر إلياس، خطيرة جدا خطيرة جدا. بيعتذر طلال البلوشي عن الخطأ الكبير، بينما عبد القادر إلياس جات له هدية، هدية من عبد القادر إلياس الحقيقة كان ممكن يقدم بها أداء كبير. أدي الخطأ الكبير، ورومارينيو عملها لعبد القادر إلياس، راحت على شماله ولكن طلعت خارج القائم الأيسر بتقريبا يردتين اثنين. خطأ كبير من طلال البلوشي، والضغط العالي اللي عامله لعيبة نادي الجيش الحقيقة ما بيخليش لعيبة نادي السد يبدأوا براحتهم. وادي صبر لموشي بيقول له برافو، وفي نفس الوقت بيقول له ليه كده، يعني 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 الصورة بتعبر عن نفسها، بيقول له برافو برافو برافو، وبعدين بيقول له طب ليه ما جبتهاش يا أخي، ركز يا أخي شوية يا أخي. صبر لموشي النجم الكبير إلى رومارينيو الموهوب، يعدي ويفوت رومارينيو من تاني، ولكن يا سلام يا سلام كسولة دخل في العمق، حل المشكلة على طول. ضغط عالي لازال بيقوم بيه لعيبة نادي الجيش خاصة بعد الهدف المبكر. بنلعب في منتصف الشوط الأول تقريبا، والنتيجة لا تزال تقدم نادي السد على نادي الجيش 1-0. السنة دي اتقابلوا ثلاث مرات، في الثلاث مرات فاز السد مرتين،
فاز السد مرتين، مرة 3-1 في الدوري ومرة 5-2 في الدوري، ولما تقابلوا في كأس قطر فاز الجيش على السد 3-1. في ثلاث مباريات شفنا 15 هدف للفريقين. لوكاس يعدي يفوت إلى رومارينيو، سلام يا سعد، سعد يحيى سعد، سعد الشيف لبس بالفعل وعمل جناحين وركب جناحين وطار وأنقذ مرمى الزعيم من هدف التعويض. روعة من رومارينيو، تحضير وتصويب، ولكن سعد الشيف طالع 3-4 خطوات وعمل تراي جميل جدا وامتطاط كامل حقيقة، سواء لجسمه سواء لإيديه لأطراف أصابعه، وينقذ الموقف إلى ضربة ركنية تروح إلى ماجد محمد. يا سلام يا ماجد، ياخدها تاني ماجد، وفاول من تاني لصالح نادي الجيش، خطأ على موريك. لا الجيش أحسن، الجيش أفضل من حيث السيطرة من حيث الضغط، ولكن النتيجة في صالح الزعيم 1-0. صاحب الهدف موريكي بطل أبطال آسيا مع مارتشيلو ليبي مع نادي جوانزو الصيني. أدي ماجد محمد نجم نادي السد السابق واللاعب الدولي القطري، واحد من أفضل اللاعبين أيضا هذا الموسم، عنده أرقام ممتازة بالمناسبة ماجد محمد، سواء في عملية التمرير سواء في صناعة الفرص، ومعدل الجري عنده نسبته عالية جدا، ومن اللاعبين الحقيقة اللي قدموا موسم محترم هذا الموسم ماجد محمد. بينما موريكي اللي جمهور السد بيبحث عن إمكانياته الكبيرة اللي كان عليها في الصين مع جوانزو، بيحاول ضربة حرة يلعب واجنر صبري لموشي مدرب نادي الجيش، جاء خلفا لنبيل معلول. نبيل معلول كان بيدرب الجيش، راح درب منتخب الكويت. احمد ناجي كان مدرب حراس الجيش، راح درب منتخب مصر. وصبري لموشي مدرب كوت ديفوار في كاس العالم في البرازيل، اصبح مدربا للجيش ويبحث عن اغلى الكؤوس، حصدها كلاعب ويتمناها كمدرب. ضربه حره لصالح نادي الجيش على بعد 25 متر، هيلعب واجنر يا ترى في المرمى مباشره، ولا هيلعبها لابكر وعبد القادر الياس. واندرسون متقدم، اتعملت عكسيه، سلام على ليوم، يقطع الى محمد عبد الله، تصويبه غابه من الثقال الى واجنر، عكسيه، تمركز جميل من لوكاس. اوه فين، فاول لصالح نادي السد. ضاغط الجيش، مستحوذ الجيش، خط وسط نادي السد مش قادر يسيطر، مش قادر يخرج من نص ملعبه بشكل كويس. نادي الجيش قافل على الاجناب، سواء كان كسولة في اليمين أو عبد الكريم حسن في الشمال لنادي السد، فبدايات السد من وراء مش كويسة. وصبري لموشي اللي كان لاعب خط وسط عظيم، له مشوار مع نادي بارما في الدوري الإيطالي، ومشوار مع نادي الإنتر ميلان، لعب له لمدة سنتين، ولعب لموناكو الفرنسي، لعب لأوسير الفرنسي، لعب لجينوا الإيطالي، لعب لمارسيليا الفرنسي، لعب لكل هذه الأندية، لعب لنادي أم صلال، لعب لنادي الريان، لعب لنادي الخرطيات، عنده خبرة كبيرة جدا بكرة قطر والكرة الخليجية. والحقيقة من لحظة ما مسك نادي الجيش أصبح التماسك شعار نادي الجيش، واللياقة البدنية اللي كانت موجودة فضلت موجودة بشكل كويس، عشان كل حد ياخد حقه، لكن نادي الجيش كان فرط في بعض اللاعبين، هو أعادهم للفريق تاني، منهم عبد القادر الياس، منهم أندرسون، منهم واجنر. هذا الثلاثي عاد، فعاد الجيش إلى قيمته وقوته وهبته، ولكن احتل المركز الثالث هذا الموسم. جمهور المباراة النهائية، مش هقول جمهور السد بس ولا جمهور الجيش بس، جمهور القطري من القطريين من الوافدين، و 3 مليون ريال قطري جوائز، و 15 سيارة من ضمن الجوائز. تخيلوا عدد الحضور في المدرجات 15,000، استاد حمد كان بيبقى 55,000، يعني فرصة الفوز بالجوائز بتبقى أكتر وأكبر. 3 مليون ريال، ما يقرب من المليون دولار جوائز للجماهير اللي حضرت، وتنظيم الحقيقة على أعلى مستوى داخل الاستاد، حوالين المنطقة اللي احنا فيها كلها التنظيم من بره، الكل عارف رايح فين وجاي منين، وبسهولة ويسر كل الأمور بتتم. الشرطة الحقيقة والإخوية قايمين بدور كبير جدا، والكل بيمتثل للقرارات، والكل بيساهم في نجاح وإنجاح هذا اليوم الكبير. قلت لحضراتكم هو يوم الابتسامة والسعادة والفرحة، ابتسامة للمجتمع، سعادة أمة وفرحة وطن، يوم نهائي أغلى الكؤوس. ضربة حرة تاني لنادي الجيش، وما أكثرها سعد الشيب اللي تصدى لوحدة من الكرات الخطيرة وأنقذ مرمى. ضربات الحرة كانت على بعد 21 متر ثم 24 متر ثم 30 متر، وأحيانا لما الكرة بتبعد شوية بيبقى أفضل في مجال إنها تعلى وترجع تنزل تاني من فوق الحيطة، البعض بيعتبر كده.
لمس الكواري كل حاجه كويسه، بس بناخد وقت كتير على ما الفاولات تتلعب، وده جزء من الامور اللي فيها ملاحظات على دوري نجوم قطر، ان اللعب بيتوقف كتير في الضربات الحره والاصابات. عايزين اللعب يبقى زمن اللعب اكتر ورتم اللعب اسرع، وبالتالي اللياقه البدنيه ترتفع اكتر، وفي المنافسات تلاقي نفسك جاهز اكتر. والضربه الحره، برافو برافو برافو، خلفان يعود في الوقت المناسب، تعود الى وسام رزق، لمسه واحده على طول الى اندرسون المدافع الكبير، مدافع كورنثيانز ومدافع فيتوريا النادي البرازيلي الكبير، مدربه كان كايو جونيور مدرب نادي الغرافه السابق لو نتذكر، واعاره من جديد الى كورنثيانز ثم العوده الى نادي الجيش من جديد. ادي وسام رزق عناصر الخبره الكبيره. واحد يقول لك نادي السد عنده خبره بالبطوله، السد بيصل للنهائي للمره رقم 22، والسد فاز باللقب 14 مره، والسد اخر اربع بطولات هو موجود في النهائي. لعيبه نادي الجيش كلهم خبرات، ما هو وسام رزق خبره، عبد القادر الياس خبره مش كده ولا ايه، محمد عبد الله الاثنين اصبح خبره، لوكاس مندس خبره مش كده ولا ايه، كل دول رومارينيو خبره، ولكن في فرق بين الخبره عموما وخبره البطوله وخصوصيتها خصوصا، ودي بتلعب دور ايضا. بدا نادي السد يشعر ان البطوله بتاعته، خاصه الملعب ملعب، فسجل في اول دقيقه ليبقى الحلم ليصبح حقيقه حتى النهايه. ادي لوكاس والكره العرضيه الجميله الى رومارينيو، ولكن سعد الشيب ينقذ الموقف، هي كانت ضعيفة شوية وعدت فرصة لسعد الشيب انه ياخد الخطوة ويعمل التراي، وبيطلب من زمايله اضغطوا عليه قربوا عليه امنعوه من التصويب امنعوه من التصويب. محمد وفا كان الحراس الكبار، محمد صقر مشوار كبير وعظيم الحقيقة ايضا مع فريق، احمد خليل كان حاضر هنا ايضا مع نادي السد، وعديد عديد الحراس في تاريخ هذا النادي الكبير. سعد الدوسري شافي حاضر مع السد ان شاء الله بدايه من الموسم القادم، عمل عهد لمده سنتين قابل للتجديد لمده سنه، وعنده عمل اخر غير مجرد اللعب، عمل مع اسباير. خلينا كلنا ندعي ونتمنى التوفيق لمنتخب 19 سنه بطل اسيا لاول مره في تاريخ قطر، منتخب الشباب موجود في كاس العالم في نيوزيلندا ان شاء الله. عندنا كثير من النجوم موجودين في هذا المنتخب، يسيروا على درب نجوم 81 في استراليا بخالد سلمان وبدر بلال وهذا الجيل العظيم في ذلك الوقت الحقيقه، ان شاء الله يستعيدوا هذه الذكريات الجميله. ولكن في نيوزيلندا قطر خدت المركز الثاني، افضل انجاز في تاريخ الكره العربيه على مستوى المنتخبات كان المركز الثاني لكاس العالم للشباب في استراليا 81. عوده من جديد الى المهدي علي، نزير بالحق، نزير لمسه واحده لخلفان لنزير، لكن لعيبه نادي الجيش خدوها بسرعه، ونادي السد في حاجه غريبه بيفقد الكره بسرعه. شوف الملاحظه دي وانت قيس واظبط وظبط واتفرج، الجيش بياخد الكره بسرعه والسد بيفقد الكره بسرعه. ايه السبب؟ ان الجيش خسران وبالتالي بيضغط وبيضيق المساحات في الضغط بشكل كويس. نادي السد بيحاول، واجنر يحاول، ولكن يا سلام يا سلام يا مهدي، برافو يا ولد برافو يا ولد. واجنر عمل اختراق جميل وتصويب، لكن مهدي علي في الوقت المناسب الى كسوله من ثاني الى حسن الهيدوس، لكن هربت طول ضاعت راحت الى رمية التماس. مش مطلوب من حسن الهيدوس ان يلعب الكره بعد ما طلعت، مش مطلوب من اندرسون ان يزق حسن الهيدوس بهذا الشكل، هما الاثنين غلطانين، هما الاثنين غلطانين. لو مباراه دوري كان ممكن الحكم يدي للاثنين كل واحد انذار، لكن شكل الانذار مش هيبقى جميل في يوم كبير وغالي بهذا الحجم وهذه القيمة. احتراما وتقديرا لقيمة ومكانة وهيبة وتواجد سمو الأمير في المقصورة الرئيسية، لا حسابات لابد كتير أن يتم التوقف عندها من الجميع، مفيش كلام مفيش كلام. خط الوسط من تاني، علي أسد فينك يا علي؟ فينك يا علي؟ مختفي علي اسد، نلعب في 31 دقيقة وكثير من لعيبة السد اختفوا. نزير بالحج بدأ يظهر تاني من جديد، حط في نص الملعب تاني علي اسد إلى خلفان، خلفان يقف ويأجل. على طول إلى طلال البلوشي لحسن الهيدوس لطلال، أول مرة نادي السد يسيطر بشكل عرضي لهذا الزمن كله، إلى موريكي يشتغل بعرض الملعب تاني، لكن طولت راحت ضاعت، وفرصة لنادي نادي أوه فاول فاول، وضربة حرة لنادي الجيش. ضربة حرة لصالح نادي
السد وانذار، ظهر الانذار، ظهر الانذار والحكم الحقيقة بيخص بيه ماجد محمد، يخص بيه ماجد محمد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى في المقصورة الرئيسية، وأيضا تشريف سمو الشيخ عبد الله بن حمد نائب سمو الأمير وسمو الشيخ قاسم بن حمد وأصحاب السمو الشيوخ في هذا النهائي الغالي، هذا النهائي الكبير في المقصورة الرئيسية لاستاد وملعب نادي السد. ماجد محمد بيتحصل على أول إنذار في هذا النهائي. إحصائيات أمام حضراتكم، نسبة ومعدل الجري قد يكون مش كتير أحيانا مريكي، ولكن على اعتبار أني لسه بنلعب في 32 دقيقة، يعني كيلو 2 كيلو 200 متر من البداية، نسبة السرعات عنده نسبتها أعتقد أنها مناسبة، خاصة أنه بيتواجد في مساحات فممكن يعمل معدل سبرنتات أو سرعات كشورت سبرنت، أو أحيانا بيكون السبرنتات الطويلة شوية موجودة. حتى الحكم بستايل جميل بيجري بشكل عرضي، وده جزء من التدريبات اللي بيتدربوا عليها كجزء من الستايل والشكل العام للحكام، في نفس الوقت يكون زوايا الرؤية بالنسبة للملعب كله قدام واضحة على بعد 30 متر ضربة حرة لصالح نادي السد. برضو خدنا وقت كتير قوي في الفاول، في الانذار، في اللي خرج بره عشان يتعالج ولسه ما نزلش، ودي النقطه اللي بنبعتها للاتحاد الدولي، بنقول ازاي اللي وقع ضده الخطا يلعب ب10 لاعبين، من ارتكب الخطا بيلعب 11 في الملعب اللي هو الجيش، ومن ارتكب ضده الخطا اللي هو السد بيلعب 10 لاعبين، تعاقب من وقع ضده الخطا وتكافئ من اخطا. اي قانون، اي قانون، اي قانون اللي بيقول كده؟ ضربة حرة لصالح نادي السد مع غياب إبراهيم الماجد. عبد الكريم حسن تصويبة، ولكن أحمد سفيان ينقذ الموقف. غياب إبراهيم الماجد متخصص التصويب من هذه المسافات، كرة طويلة أمامية على طول، لكن ترجع بسرعة عند محمد كسولة إلى مهدي علي، مهدي إلى كسولة، وفي مجرد أن السد حط الكرة تحت رجله 7-8 تمريرات خلاص بقى لنا دقيقتين في نص ملعب نادي الجيش. ظهور حركة من غير كورة، الانتشار الكويس، جري الحر وتبادل المراكز، العمق في الهجوم، الاتساع في الهجوم، الأسس بتاعت الأدوار الهجومية هيبع عندها قدرات خاصة مهم جدا الاستفادة منها. نزير بالحق بيعمل انتشار عريض ناحية الشمال باستمرار قدام حضراتكم، هو نزير وتحرك من علي أسد كويس، لكن برافو يوسف مفتاح قافل عليه بشكل ممتاز. نادي السد بيهاجم من ناحية اليمين على مدار الموسم 145 تمرير هجوم من ناحية اليمين، و169 من ناحية الشمال، و535 هجوم من العمق، محاولات الهجوم، ضغط من العمق كتير من نادي السد في الوصول إلى مرمى المنافس، ولكن تنويع في اليمين 145 مرة، في الشمال 169 مرة، بينما نادي الجيش من ناحية اليمين 213 هجمة، من ناحية الشمال 160 هجمة، من العمق 514 هجمة، معدل الهجوم للفريقين من العمق أكتر، وده موجود باستمرار، لكن في النهاية التنويع وعنصر المفاجأة بيكون يا سلام يا سلام لو كملت يا سلام، لكن طلعت إلى رمية التماس من حسن الهيدوس. من حسن الهيدوس رمي التماس تلعب على طول. خميس المري كان حكم آخر نهائي، لكن هذا اللقاء الحكم هو خميس الكواري، قبلهم كان عبد الرحمن عبدو، لكن سنة 2012 الغرافة والسد عندما خسر السد كان الحكم سكومينا سوليفيني، في 2011 كان حكما آخر هو كاساي الحكم المجري، لكن أول حكم أدار نهائي البطولة كان حكم فلسطيني، نعم كان الفلسطيني علي العبسي. انطلاقة تاني من جديد، بدأ نادي السد يتواجد بشكل ممتاز، حسن الهيدوس، ولكن أندرسون بقوة وشراسة، قوة وشراسة ليس قوة فقط. لعيبة السد تطالب حكم اللقاء بإنذار، بينما وسام رز بيقول إن مفيش حاجة والوضع طبيعي. حكم بهدوء يكلم اللاعبين وكانه بيقول لهم لو سمحتوا مش عايز اعتراض ومش عايز كلام، وكانه بيقول لهم ساعدوني ان اليوم يطلع كويس، بس هو مش عايز ينطق، وكانها رساله بتقول كده. بعض اللاعبين نتيجه الانفعال والتوتر والضغط اللي عليه والحرص على انه يفوز
فبالتالي احيانا بيبقى في الجديه تتخطى في الحدود المعقوله احيانا، ولكن ثقتنا في الكل في التوازن والثبات الانفعالي اللي يكون عالي ان شاء الله. ضربه حره لصالح نادي الجيش، هديت الامور شويه، كل لاعبي نادي الجيش راجعين ورا ما عدا ماجد محمد فقط هو اللي في الامام، وتقدم مهدي علي وكسوله وليونج الثلاثه عشان الكره العاليه هتتعمل على مرتين لنزير وتتعمل في الناحيه العكسيه. ادي المهدي علي، ادي الكره العاليه فوق، ولكن فين فين الى ضربه المرمى. بيعملوها دايما على كورنر الست ياردات البعيد عشان تبقى بعيد عن حارس المرمى، لكن عبد الكريم حسن واحد من افضل المدافعين في الجبهه الشمال في قاره اسيا، حسين عموت هداف الدوري من قبل كلاعب، بطل كاس الاتحاد الافريقي من قبل هناك في المغرب، وبطل ابطال اسيا مع فساتي كمدرب مساعد وثالث العالم، وبطل هذه البطوله العام الماضي مع نادي السد. ولكن لخويا السنه دي بطل الدوري، لخويا السنه دي بطل كاس قطر، وصراع الفوز باغلى الكؤوس حتى الان لصالح السد على حساب الجيش 1-0. دقيقه 38، هدي اللعب شويه، ضغط نادي السد في نص الملعب جاء ممتاز، ولكن في فاول على حسن الهيدوس، فاول الهيدوس، كترت الضربات الحره، كترت، يحاول كل فريق يعطل اللي قدامه بشكل اصبح غير مشروع، في تعطيل، في اعاقه، في عرقله، كوكتيل من الموقف نفسه. ضربه حره لصالح نادي الجيش سريعه وعاليه فوق، ولكن اطوال لعيبه نادي السد كويسه. فاول على ابكر حكم اللقاء خميس الكواري، ليبقى طالب بلان هو اول حكم قطري يدير نهائي كاس سمو الامير. كان الكلام ده سنه 76 وكان لقاء قطر والعربي، ودي كانت رابع بطوله، لان اول بطوله كان ادارها حكم فلسطيني الحقيقه علي عبسي، وبعد كده كان عهد الشنطي الحكم الاردني ادار البطوله الثانيه والثالثه، ثم جاء طالب بلان ادار البطوله الرابعه والخامسه والسبعه والتاسعه، ادار اربع نهائيات طالب بلان، رقم قياسي لم يحدث لاي حكم اخر في تاريخ البطوله. كان حاضر حسن الملا ادار ثلاث نهائيات، رهيم ابو عشوان ادار ثلاث نهائيات، ولكن هاني طالب بلان هو اللي كان ادار اربع نهائيات. هاني بلان هو رئيس لجنه الحكام حاليا، وكابتن ناجي جويني هو المدير التنفيذي. رمي التماس لصالح نادي السد، اللعب اتخنق شويه في نص الملعب، الفاولات عطلت اللعب واستمراره وسرعته وشويه من حلاوته، لكن 1-0 للسد. بدا علي اسد يقرب من خلفان، بدا يقرب من خلفان، دخول قوي وقاسي من جديد، حكم بعيد عن اللعبه شويه الى مريك الخطير، يا ولد يا ولد يا ولد، لعيب 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 لعيب، ولكن دفاع نادي الجيش في الوقت المناسب. يا سلام على مريكي، ظهرت امكانياته وقدراته. الى نزير بالحاج النهارده محطوط ناحيه الشمال، اكثر منه ارتكاز جنب طلال البلوشي، لكن موجود علي اسد، صراع كبير جدا، وفاول لصالح نادي الجيش. اتمنى ان الحكام اللاعبين يساعدوا الحكم ويساعدوا نفسهم. اتمنى ان اللاعبين يساعدوا نفسهم ويساعدوا الحكم، ان الامور تسير طبيعي، مش معقول في انفعال اكتر من اللازم اصبح على كل صفار، ان اللعبات اللي زي دي لعبات صعبه، والفاول اصبح على نزير بالحج واضح فعلا. شوف الحكم في وسط الكلام ده بقى يدي الفاول لمين وعلى مين والصفاره امتى، فلازم الكل يساعد الحكم شويه. طلال البوشي، لكن الاخطاء موجوده على نفس الملعب، افضل حكام العالم رفشان ارماتوف اللي ادار 9 مباريات في نهائي كاس العالم اخطا في هذا الملعب ما بين السد والاخويا. انطلاقه تاني من جديد، يا موريكي كان هيعملها وقادر ويعملها، لكن سفيان الله عليك الله عليك، سفيان لتاني مره يتفوق، ولتاني مره واجه في اول مره خلفان، وفي تاني مره موريكي وبدون تسلل. برافو عليك يا سعود، بنقول لموريكي برافو، بنقول لاحمد سفيان برافو، بنقول للحكم المساعد سعود برافو. حكم لا يقل قيمته واهميته عن هذه المواقف الحريف بما فيها الحكم، واضحه ومؤثره تماما، لكن برافو برافو احمد سفيان، وبرافو موريكي، هرب كويس قوي من الرقابه، الركنيه سريعه على القائم القريب، تلعب على طول عبد الكريم حسن بيحاول، ضغط قوي من دفاع نادي الجيش، وفاول من جديد، حكم اللقاء قريب من اللعبه، تتلعب بسرعه الى يوسف مفتاح، يا سلام يا سلام يا سلام.
يا سلام، في توقيت مناسب جدا حسن الهيدوس بيقوم بدور دفاعي كبير ويجهض هجمه لنادي الجيش كان ممكن تكون مؤثره جدا جدا جدا. وعشرين سنة ونص معدل أعمار لعيبة نادي السد، وده بيعتبر تاني أعلى معدل أعمار، لأن السد الأخوية أصغر الأعمار بعده على طول السد، تاني أصغر فريق في البطولة الدوري هذا الموسم، لكن الجيش 26 سنة ونص صاحب المركز الرابع في أصغر الأعمار. انطلاقة تاني من جديد يوسف مفتاح شقيق خالد مفتاح مدافع الأخوية إلى رومارينيو اللاعب الخطير الموهوب اللي أنقذ نادي الجيش أمام قطر بهدف رائع جدا ومبدع جدا الحقيقة في الثواني الأخيرة من اللقاء من تمريرة مونتاري. النهارده مونتاري قاعد احتياطي، ياسر أبو بكر قاعد احتياطي، النهارده يوسف أحمد مع نادي السد قاعد احتياطي، جرافيتي البرازيلي أيضا قاعد احتياطي مع نادي السد. صالح اليزيدي بيعود، واحد من اللعيبه الموهوبه كان مصاب فتره، ادي الباص الامامي، نادي السد اصبح بيعمل اللي كان الجيش بيعمله، نادي السد بدا المباراه بضغط وسجل هدف ثم تراجع، ثم بعد ذلك استحوذ وضغط بينما الجيش تراجع، لان صعب جدا انك تعمل ضغط عالي 90 دقيقه، ولكن نادي السد بدا المباراه بضغط وبينهي الشوط الاول بضغط ويعيد نادي الجيش للخلف. السد هو الاخطر رغم ان نادي الجيش سيطر كتير، سعود سعد الشيب انقذ فرصه كبيره جدا جدا، لكن نادي السد ليه ثلاث فرص حقيقيه خلاف الهدف اللي سجله موريكي، خصوصا فرصه خلفان وخصوصا فرصه موريكي اللي بعد كده. ادي الحكم المساعد 23 سنه اعمار صغيره كلها بياخدوا الفرصه وخدوا الخبرات وخدوا معسكرات ترتقي بمستواهم وامكانياتهم الكبيره. اهتمام كبير جدا جدا سعود احمد المقالح الحكم المساعد الثاني، وطالب سالم المري الحكم المساعد الاول، حكم الدولي واحد من افضل الحكام المساعدين في قاره اسيا، ايضا واحد من الحكام الموهوبين. طلال البلوشي تحرك الى خلفان جامده قوي يا طلال زياده عن اللزوم، خساره. ادي على طول واجنر راجعين ورا كتير لعيبه الجيش، يا سلام على رومارينيو، حلال العقد يا ولد، حلال العقد يا ولد، النجم البرازيلي الموهوب يعدي ويفوت وفاول، وانذار لطلال البلوشي ولا ايه؟ انذار لطلال البلوشي ولا ايه؟ الحكم حنين على طلال البلوشي. رومارينيو مش متقبل الاعتذار لانه قال لك انت ضاربني من الخلف ضرب واضح جدا، ولكن خميس الكواري بيدير المباراه بسيكولوجيه خاصه، لكن سيكولوجية خاصة سيكولوجية مش خاصة، في خطأ وفي عقاب وفي ثواب وفي عقاب، وفي فريق بيقع ضد الخطأ من حقه أن ياخد حق، لعيب بياخد انذار يبقى انذار تاني بعد كده ويبقى كارت أحمر والعب ضد عشرة، ده لم ولن يقلل من قيمة المباراة ولا الحدث ما دام هو الحق. أدي واجنر والكرة السريعة على طول أمامية، سمو الأمير حضرة سموه في المقصورة الرئيسية هو الدافع الكبير للاعبين، ونائب سمو الامير سمو الشيخ عبد الله بن حمد واصحاب السمو الشيوخ، قلت لحضراتكم المقصوره الرئيسيه مكتظه بكبار المسؤولين وكبار المحبين والعاشقين والمسؤولين عن هذه النهضه الرياضيه الكبيره التي تشهدها قطر على كل اللعبات، على كل اللعبات. الرياضه جزء كبير ورئيسي الحقيقه في حياه المواطن القطري حاليا، والقرار التاريخي لسمو الامير الشيخ تميم بن حمد باعتبار ثاني يوم او ثاني ثلاثاء من كل فبراير كل عام يوم رياضي لكل الدوله، وهو ما حدث ويحدث لاول مره في تاريخ العالم كله. الرياضه جزء لا يتجزا من الاهتمام بمستقبل الشعوب ومستقبل الاوطان. رمي التماس لصالح نادي السد، ضغط السد للامام اعاد الجيش للخلف وقلل فرصه اللعب المفتوح. نشوف مع بعض تاني من جديد الى سعد الشيب، احصائيات نادي السد في الهجوم 38% من اليمين 44% من الشمال 19% فقط من العمق. السد بيهاجم من الاجناب اكتر، السد بيطلع من الاجنحه اكتر عكس مشواره طول الموسم. قد تكون الاستراتيجيه مختلفه، قد يكون ضغط نادي الجيش في العمق اكتر فبيخلي السد يهرب الى بره، وده اللي حصل.
وده اللي حصل وبيحصل. نتيجة الإحصائية للبروزون أمام حضراتكم على الشاشة أول بأول. تاني على طول عليا فوق إلى علي أسد، منه على طول إلى خلفان، جوهرة قطر السمراء وجوهرة نادي السد الكبيرة جدا إلى حسن العيدوس، تاني من جديد إلى موريكا، قد يكون حسن العيدوس إلى خلفان، خلفان 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 يا حبيبي يراوغ، ولكن فين هربت؟ هربت، طولت، ضاعت، راحت. وأنا أثق تمام الثقة إن عودة خلفان من الإصابة هي اللي خلت الكرة تهرب كده. لو خلفان في صحته، انطلاقة تاني من جديد، رومارينيو الخطير، رومارينيو هيعدي، هيفوت، هيقف، ده من بين الأقدام لورا مش لقدام، لا 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 لا، يصول ويجول، ممكن يجيب أول جول. بصوا شوف رومارينيو بيعمل إيه، بصوا شوف رومارينيو، والله عمل اللي عليه. متعة 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 متعة، متعنا الولد البرازيلي، والله متعنا الولد البرازيلي بفاصل مهاري خاص. لعيبه الجيش بتلعب جماعي وبتلعب فردي، ولازم اي فريق كبير يكون عنده لعيبه بتلعب اللعب الفردي بهذا الشكل مع العمل الجماعي المنظم. تحول من الدفاع للهجوم وصفرت نهايه احداث الشوط الاول. شوط قوي، شوط سريع، شوط مثير، حافل بالاثاره والنديه والفرص والاهداف. هدف واحد لمصلحه نادي السد بعد اول دقيقه، على امل ان يصبح الحلم حقيقه، هدف لموريكي في نهائي اغلى الكؤوس، وامام حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد واسمه الشيخ عبد الله بن حمد في النقص الرئاسي واسمه الشيخ قاسم، ملعب قاسم الحمد ملعب نادي السد، شاهدا على النهائي رقم 43 لاغلى الكؤوس. انتصار للزعيم في الشوط الاول على حساب الكوماندوز على حساب الجيش. ترى ما هي نتيجه احداث الشوط الثاني، ننتظر الى ان نلتقي من جديد. تحياتي معلق اللقاء احمد الطيب، نعود الى خالد. مشاهدين على تلفزيون قطر، يا هلا فيكم مرة ثانية في هذه التغطية الخاصة بالمباراة النهائية لكأس سمو أمير البلاد المفدى بين السد والجيش. طبعا الشوط الأول انتهى بتقدم نادي السد بهدف دون رد سجله اللاعب موريكي منذ الدقيقة الثانية من زمن اللقاء. كابتن عادل، يعني في يعني موريكي يسجل في الدقيقة الثانية في بداية المباراة، يعني مبكر، هل ممكن انه يغير مجرى المباراه؟ فعلا يعني السد شاهدناه من خلال الشوط الاول، دخوله كان دخول مهاجم والضغط على حامل الكوره والضغط على الفريق الخصم، وقدروا من خلال يعني دقيقتين بدايه الشوط الاول انه يسجلون هدف، وبعد الهدف تراجع السد للخلف للمحافظه على الهدف. على ما اعتقد باقي يعني شوط كامل لنهاية المباراة، المفروض على السد انه يعني يواصل هجوم على الجيش، لان الجيش شاهدناه هجم وضيع كذا فرصة من خلال الشوط الاول. على ما اعتقد الحين الشوط الثاني شوط مدربين وشوط يعني تكتيكي بحت. لاحظنا استاذ عبد العزيز الجيش صار بس يعتمد على الهجوم ويضغط على نادي السد في هاي المباراة، لأن السد بعد ما بدأ أول المباراة هاجم وضغط على الخصم واستغل الخطأ، خطأ وسام في من وسط الملعب. السد هو اللي أعطى فرصة للجيش أنه هو يتقدم. تراجع السد الغير مبرر أنا أشوفه بأمانة، هو اللي أعطى الفرصة للجيش أنه هو يتقدم ويهاجم ويشكل خطورة على مرمى سعد الشيب، وفي كذا كوره كانت ممكن تتحول، يعني لو الحظ وقف مع الجيش بنسبه بسيطه في الشوط الاول كان ممكن نشوف النتيجه تغيرت، تحولت من الخساره الى الفوز لصالح الجيش. يمكن السد رجع في اخر 10 دقائق من الشوط الاول، لكن بعد الهدف بدقيقتين او ثلاث، يمكن من الدقيقه الخامسه والدقيقه السادسه من المباراه، احنا شفنا الجيش بدا يلملم اوراقه، بدا ينتشر بشكل صحيح في الملعب، بدا يهاجم، السيطره كلها كانت عنده. أنا أقول احتمال كبير هذا يدل نقص المخزون اللياقي لنادي السد، على اعتبار أنه كان خلال الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الماضية لعب ثلاث مباريات وهذه المباراة الرابعة له. فهذه نوعا ما عندهم بعد مباراة كانت مرهق بدنيا، وبعد الثلاثاء القادم نعم مرهق بدنيا أكثر من الجيش. الجيش من دور قبل النهائي مباراته مع قطر وقف ما لعب، يعني قام يركز تركيزه كامل ذهنيا وبدنيا للمباراه هذه. السد لا، السد مجرد انه ما انتهى من مباراه الاخويه قام يفكر في نفس الفريق انه يلعب معاه في دوري ابطال اسيا. احتمال اقول ان انا بعد اول خمس دقائق بدا الجيش يرجع وبدا الفريق ياخذ وضعه في الملعب، هاجم وشكل
خطورة كبيرة على مرمى نادي السد في العديد من الفرص، لكن احنا شفنا في العشر دقائق الأخيرة بدأ يرجع السد نوعا ما للمباراة. لكن فترات وصعود يعني فترة تحس ان الجيش هو المهاجم فترة السد، بس كانت الأغلبية يعني حق الجيش عادل، الأغلبية يعني من حق الجيش الشوط الأول كان فعلا يعني للجيش، الحين بين الشوطين أكيد يعني استحواذ نسبيا كان للجيش بعض الأوقات للجيش، هي البداية كانت بداية سدوية، لكن بعدها الجيش استحوذ على الكرة وقدر أنه يوصل ويهدد مرمى سعد الدوسري. خلينا نتكلم عن الجانب البدني للسد. نفس ما ذكر أستاذ عبد العزيز، كان يوم الثلاثاء عنده مباراة وبعد عندهم الثلاثاء الجاي نادي السد، يعني منهك تقريبا. بس لو طالعنا الجيش يعني كان في فترة راحة، هل هاي لا تأثير سلبي؟ أكيد ما في شك، يعني السد متأثر يعني فترة على ما أعتقد 4 أيام، يعني صعب أن يكون هناك استشفاء لللاعبين وفي فترة قصيرة، بعكس الجيش اللي هو مريح ثلاث مباريات في 8 أيام تقريبا. صعبة صعبة يعني، خصوصا أن هناك إصابات يعني واجهت السد. اليوم السد على ما أعتقد هو محتاج للمباراة لأن آخر بطولة في الموسم، بالإضافة إلى المباراة القادمة يعني أمام الأخوية، هي تفكيرين على ما أعتقد، تفكير في النهاية وبالإضافة إلى المباراة الأسيوية، فتكون ضغط على الفريق وعلى حتى الجهاز الفني. طيب كيف ممكن يعني هو من ناحيتين، يعني من ناحية ذهنية قاعد متشتت ما بين مباراتين كل واحدة أهم من الثانية، وأمام خصمين عنيدين وقويين، في نفس الوقت من ناحية البدنية أيضا الفريق أقل من نادي الجيش. طبعا بأمانة الثقافة هذه يمكن موجودة عندنا احنا، لكن في دول أوروبا احنا نشوف الفريق يلعب 4 مباريات في 10 أيام ما عندهم أي مشكلة. نعم، لكن هذا ان شاء الله مع المواسم الجايه مع السنوات اللعيبه راح يتعودون على الموضوع هذا. زين ممكن شلون ممكن يحافظ نادي السد على هذه النتيجه في الشوط الثاني؟ انا قلت لك اللياقه مش نظري انا، ان اللياقه راح تلعب دور كبير في تحديد هويه الفريق اللي راح يفوز، بالاضافه لان مثل ما قال عادل ان الشغل راح يكون شغل تكتيكي بحت 100% في الشوط الثاني. شنو رايك كابتن عالف في لياقه نادي الجيش؟ ذكرنا أن الجيش في عنده فترة راحة كانت بين المباراة أمام الأخيرة أمام قطر وللنهاية، أما العكس السد اللي خاض مباراة البطولة الأسيوية واليوم نشوفها في النهاية، أكيد بيكون يعني هناك تأثير على اللياقة البدنية للسد. تتوقع ممكن نشوف أهداف، نشوف مفاجآت من الجيش الشوط الثاني؟ هو أكيد يعني الأهداف راح نشاهد من الفريقين، يعني احنا ما نبي توصل بلنتيات، نبي تخلص المباراة قبل ضربات الجزاء بدري. أستاذ عبد العزيز، لا أنا أتوقع أن شوف الفريقين عندهم من اللعيبة اللي قادرين يسجلون وقادرين ينهون المباراة في أي وقت. عندك في الجيش عندك رومارينيو، عندك واغنر، عندك ماجد محمد ايضا من اللعيبه اللي يقدرون يسجلون يخلصون لك المباراه، مفتاح لعب جيد في الفريق. في السد عندك خلفان، عندك موريكي، عندك ورقه ايضا موجوده على دكه الحرار جرافيتي، حسن الهدوس، علي اسد، فاللعيبه هذول كلهم عندهم الامكانيات انهم يقدرون يسجلون في اي وقت، يقدرون يصنعون، يقدرون يعملون الفرق لفرقهم في اي وقت. باعتقاد الكابتن عادل، خط الهجوم بالنسبة لنادي الجيش، هل أضاع فرص أمامه كانت موجودة؟ نعم، شاهدنا وصل المرمى وأضاع فرص لولا تركيز سعد الدوسري لا خرج الجيش متعادل مع السد، لكن في تركيز من حارس المرمى ومدافعين نادي السد، بس هجوم الجيش على ما اعتقد قادر على انه يسجل من خلال الشوط الثاني. وانت كلاعب سابق يعني تشوف نادي الجيش، هل بالنسبه لنادي الجيش بالتحديد هل ممكن نشوف تغييرات يعني في الشوط الثاني؟ في على ما اعتقد يملك دكه احتياط ممكن يستعين فيها من خلال الشوط الثاني، عنده في الهجوم في خط الوسط كمهاجمين،
خط وسط مهاجم على ما اعتقد راح يستعين فيها من خلال الشوط الثاني. طبعا احنا شفنا بس جول واحد، خلنا نشوف مع بعض ضيوفنا ومشاهدينا باقي الاجوال طبعا في كاس سمو الامير لهذا الموسم اللي انطلقت بمرحله اولى بين انديه الدرجه الثانيه، وبعدين ادخلت انديه القسم الثاني من دوري النجوم في مرحله ثانيه والتحقت بها فرق المربع الذهبي في دوري النجوم. اجمل اهداف البطوله جمعناها لكم في هذه الفقره، خلنا نتابع. طبعا شفنا معاكم هذه الأهداف، أهداف كأس سمو أمير البلاد المفدى، طبعا يعني أهداف بعد تعب وجهد كبير كابتن عادل.
إذا ما تكلمنا نرد مرة ثانية عن الشوط الثاني بعد شوي، يعني بس لو تقول لي توقعاتك بشكل سريع. توقعات الجيش راح يرجع للمباراة. راح يرجع أستاذ عبد العزيز؟ بينهيها الجيش. بينهيها الجيش. خلاص نتابع معاكم مشاهدينا ونرجع للملعب. متابعي قنوات الكأس، تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، ألتقي وإياكم وأحداث الشوط الثاني من نهائي أغلى الكؤوس كأس سمو الأمير. شوط أول لصالح نادي السد على نادي الجيش بهدف مقابل لا شيء، سجل في أول دقيقة بأقدام موريكي المهاجم البرازيلي. شوط ثاني أصبح نادي الجيش اللابس اللون الأبيض إلى اليمين ونادي السد إلى اليسار باللون الأسود. ملعب جاسم الحمد، ملعب نادي السد، يحتضن أحداث هذا اللقاء بحضرة وتشريف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد نائب سمو الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد الممثل الشخصي لسمو الأمير، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وأصحاب السمو الشيوخ. أيضا حاضر سعادة الشيخ أحمد الفهد الأحمد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم، سعادة الشيخ حمد الخليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، المسؤولين كل المسؤولين كبار المسؤولين. وبالتالي الحفل والعرس واليوم غالي على الجميع. انطلاق أمامية لماجد محمد اللي كان بعيد عن مستواه في الشوط الأول. شوط أول ضغط من السد في البداية وإحراز هدف مبكر، ضغط نادي الجيش بعد ذلك، ولكن سعد الدوسري وليونج تحملوا الكثير، ثم عاد السد وأنهى الشوط الأول لمصلحته من حيث السيطرة. شوط أول 1-0 لصالح السد. نهائي أغلى الكؤوس النسخة رقم 43 في تاريخ البطولة اللي انطلقت بانتصار للعميد النادي الأهلي بستة أهداف على الريان 6-1. كان الكلام ده من 42 سنة أو من 3 من 42 سنة تحديدا سنة 73. نشوف الشوط الثاني الشكل هيكون إيه. ماجد محمد انطلاق أمامية على طول عند عبد القادر الياس، لكن على طول مهدي علي قافل عليه تمام الى وسام رز قائد نادي الجيش، واللي اخطا في الهدف اللي تسجل في مرماه بضغط عالي كان عظيم من طلال البلوشي. حاول للتعويض محمد عبد الله المثناني، اصابه في بدايه المباراه اثرت على ادائه في الشوط الاول، ولكن الان يبدا بقوه. يا ترى بين الشوطين صبر اللموشي قال ايه للجيش، وحسين عموته بيحضر ايه للجيش مع نادي السد. مهمة شاقة لنادي السد في مواجهة الإخوية الفريق القوي واللي خسر منه نادي السد 2-1. أدي حسين عموتة بطل هذه البطولة العام الماضي وهداف الدوري القطري من قبل كلاعب ومهاجم كبير مع نادي السد. رميت التماس أمامية، نادي الجيش بادئ بضغط عالي أكثر من ممتاز، بادئين الشوط الثاني مركزين جدا، هتاخد رومارينيو ولكن على طول دفاع نادي السد في النص إلى نزير بالحق ومنه إلى خلفان، بدأ ينطلق خلفان إلى نزير، ينطلق النجم الجزائري الكبير ومعاه يوسف مفتاح، نزير ويوسف، نزير ويوسف، نزير ويوسف، يعدي من مفتاح قفل منه ثاني من جديد إلى عبد الكريم حسن، ضاغطين مسيطرين، خلفان عمل تيك أوفر بالإقراء بالعرض الثاني نزير بالحق، عرضية عرضية عند المبرر وهوبا مرمى، ضربة مرمى حلوة حلوة حلوة، هجمة من البداية حلوة قوي قوي قوي، الضغط في نص الملعب ممتاز، خلفان إلى نزير، نزير إلى خلفان، ثم بعد ذلك عرضية أرضية وحسن التمركز من موريكي، ولكن أعلى العرضة بأكثر من يرضى ليرد نادي السد رد سريع وفوري وقوي بهجوم مؤثر، ولكن أعلى العرضة، أعلى العرضة طويلة أمامية، طلال البلوشي علي أسد يغير اتجاه اللعب حلو قوي لحسن الهيدوس، لكن باص وحش من الهيدوس بدون داعي الى محمد عبد الله المثناني. بدا محمد عبد الله من الناس اللي بتزيد كويس، تحرك قطري جميل لعبد القادر الياس، ولكن بهدوء وبثقه لي يونج الكوري كابتن منتخب كوريا من 5 سنوات في كاس العالم في جنوب افريقيا، المدافع الكبير وبطل اسيا وثالث العالم ايضا مع نادي السد. لي يونج المدافع المخضرم وصل الى 35 سنه دلوقتي، جاي لك تشافي هيبقى قدامك وموجود معاك النجم خلفان، أعتقد مشوار كبير سنشهده المرحلة القادمة إن شاء الله لتقديم وجبة كروية أيضا كبيرة واستقدام تشافي تيسري الكرة القطرية ودوري نجوم قطر، قطر أكثر وأكثر. مفيش كلام، مفيش كلام، ضربة حرة سقوط على الأرض، وادي أندرسون
اللي كان تم اعارته الى نادي كورنثيانز البرازيلي. لحظه تسلم نبيل معلول لنادي الجيش ولكن عاد من جديد. ادي كاسولا، وضع غريب شويه من كاسولا ونزل عليه اندرسون. ما اعتقدش ابدا انه ممكن يكون متعمد ان يبقى فيه اصابه او حاجه، ما اعتقد، شويه بسيطه مش محتاجه ابدا، ولكن برضو كلها بسيطه. شوف كل الكلام ده للعيب الكره بسيطه. واندرسون الحقيقه كان جميل، لا داس دوسه زياده ولا حط رجله حطه زياده، لا لا كان جميل وبسيط. هو لعيب كوره بيحب الكوره ومش هيفكر في المشاكل، مش هيفكر في المشاكل. كاسولا 5 كيلو و900 متر، يعني حوالي 6 كيلو جريهم لغايه دلوقتي. متوسط السرعه عنده 31 كيلو متر في الساعه تقريبا. السبرنتات اللي عاملها 75 متر سبرنتات سبرنتات سبرنتات. شوف متوسط السرعه بتاعته 31 كيلو متر في الساعه، متوسط سرعته على مدار الفتره اللي هو جريها بسرعه متوسطها 31 كيلو متر في الساعه، وبيعتبر دي سرعه برضو عاليه شويه خاصه مع عنصر التحمل. انت ما بتحسبش انه بيجري متوسط السرعه دي في 10 دقائق ولا في 5 دقائق، لا ده بيجريها على مدار 90 دقيقه بعد كده. نشوف المتوسط الحين البروزون والبرنامج العظيم ده، دوري نجوم قطر ومؤسسه دوري نجوم قطر هنا موجود في كل الملاعب القطريه، وبيتم اهداء الاحصائيات اول باول للانديه والمديرين الفنيين ومدربين حراس المرمى. يعني النهارده معروف ان سعد الشيب بيصد الكره فين، ومعروف السد لو شاط ضربات الجزاء وشاطها خلفان بيشوطها فين، في اليمين ولا في الشمال بسبب بروزون. اندرسون اندرسون وقال يوسف مفتاح الى نزير بالحاج، لكن رمي التماس فعلا عليك يا نزير، عليك يا نزير. ضغط عالي عامله نادي السد في رمي التماس، احسن مكان تضغط فيه على المنافس. اهو تاخدها بسرعه، اهو خدوها بسرعه، انك بتشتغل في 90 درجه خط المرمى وخط التماس، خلاص في المنطقة دي بتقدر تضغط على المنافس كويس. يوم كبير، يوم مهم، الموسم كله كوم، والنهارده بيكون كوم عند كل المسؤولين، عند كل الاتحاد كرة القدم، عند اللجنة الأولمبية، عند اللجنة الفنية، عند الشرطة، عند الإخوية، عند الفزع، عند الكل. اهتمام كبير وبقى عرس كبير، عرس كبير. قد يكون عبء على البعض في بعض الأحيان الاهتمام الأكثر من اللازم نتيجة الحرص على أن اليوم يظهر بهذا الشكل الجميل، لكن في النهاية بقى يوم زي ما قلت لحضراتكم متعة وسعادة وفرحة كبيرة جدا جدا. هذا اليوم الغالي الكبير انطلاقة تاني على طول. خلفان عودته من الإصابة برضو أكيد بتأثر في بعض الفترات، إلى رومارينيو مصدر الخطورة. ضغط من العمق بدون داعي، تنظيم لعيبة الجيش هجوميا مش كويس عكس ماتشات فاتت، بيدخلوا من العمق كتير وبدون داعي. يا سلام على نزير، يا سلام على نزير، حصان عربي أصيل، فرس عربي أصيل، يعدي ويفوت. يا سلام يا أبكر يا لعيب، يا أبكر يا لعيب، وضربة ركنية بالفعل على عبد الرحمن أبكر. آخر من لمسها هو عبد الرحمن أبكر، قرار الحكم سليم. زعلان ليه أبكر؟ ممكن اللعيب في عصبية الحركة ما يحسش إنه آخر واحد لمسها. بص أبكر لما نزل، بص أهو هو، لا والله نزير، لا والله نزير بوش رجله أهو، آخر من لمسها نزير. بص 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 وش رجل نزير. 38 كاميرا متعنا بيهم يا حمد، حمد الكواري مخرجنا النهاردة مع 38 كاميرا منتشرين في الملعب كله مع السبايدر كام، مع فريق عمل على أعلى مستوى. الركنية السريعة وسوفياني غير اتجاهها في توقيت مناسب إلى ليونج المدافع الكوري، متقدم دايما في الكرات العالية. تعدي من جديد موريكي، هدوءك يا أخي، إلى خلفان تصويبة، لكن محمد عبد الله المثناني حائط صد قوي وعظيم إلى عبد الكريم حسن جنبه خلفان. طلعت؟ لا ما طلعتش، لازم تطلع بكامل محيطها. حكم اللقاء يدي تحت الفرصة، ومحمد عبد الله المسناني ذكي جدا راح يعتذر لعبد الكريم حسن عشان ما ياخدش انذار مع اقرب ايقاف. ذكي جدا يا ولد، على طول الى ليونج المدافع، لازال بيعمل جناح يمين وتاني كروس بالعرض، ومهاره وستايل حلو قوي قوي من احمد سفيان، ثم طويله اماميه على طول من احمد سفيان الى سعد الشيب. الاثنين الحراس بيلغوا بعض. ابو بكر محلل في الصحافه القطريه ومدرب حراس مرمى النهارده في القاهره وفي الشرق وفي الوطن وفي العرب وفي كل الصحف القطريه، تقدير وتوقعات خبراء واستديوهات تحليل على الورق وتقييم حراس المرمى. كابتن ابو بكر قال لنا الاثنين حراس كبار، لكن شاف ان سعد الشيب خبرته اصبحت اكثر بمشاركته مع المنتخب ومع نادي السد باستمرار. تلقى ثاني من جديد الى خلفان في نص الملعب الى علي اسد. كابتن رادش نيشن النهارده في برنامج تكتيك بيرشح نادي السد للفوز،
والدكتور جاسم الحربي ايضا في برنامج تكتيك بيرشح ايضا نادي السد للفوز، وكثير من الخبراء رشحوا السد اكثر للفوز، لكن كل شيء وارد وقائم. خلفان بكعب الرجل، يا سلام يا سلام يا سلام من نزير الى كيمو 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 كيمو، عدى ومر وفات، عد الثاني من جديد، ولكن محمد عبد الله بدا يفوق. ماجد محمد لسه ما فاقش، لسه ما فاقش ماجد، تعود الى يوسف مفتاح، وفاول لصالح نادي الجيش، فاول لصالح نادي الجيش اللي وصل بعدما تخطى الريان وقطر الى هذا النهائي، بينما السد وصل بعدما تخطى نادي الخور بالثلاثة والإخوية بالاثنين. وفي بعض الانتقادات لقرعة البطولة، يقول لك الأربع فرق الأوائل في الدوري ليه يبتدوا يلعبوا من الدور ربع النهائي؟ ما تدوا الفرصة للكل يبتدي مع بعضه ونشوف فريق في الدرجة الثانية ممكن يكون بطلا للبطولة، هو ما لم يحدث في تاريخ البطولة. رمي التماس لصالح نادي السد، 14 بطولة، إنجاز كبير لهذا النادي الكبير. عودة تاني، ضغط قوي لكن فاول. خميس الكواري حكم اللقاء، حكم القطري اللي بيدير مباراة اليوم، ثالث حكم قطري على التوالي يدير، وطاقم تحكيم قطري يدير نهائي كأس سمو الأمير على التوالي بعد 12 سنة حكام أجانب، منهم كلين الحكم الإيطالي العظيم، منهم روزيتي الإيطالي العظيم، منهم لوبوس الحكم السلوفاكي الكبير، ماركوس ميرك الحكم الألماني الراحل، سعيد بالقولة أيضا كان واحد من هؤلاء. بينما عربيا ما ننساش ان مصطفى عزت المصري كان قبل كده ايضا حاضر مرتين في قياده التحكيم في نهائي هذه البطوله الكبيره الغاليه، واول حكم كان فلسطيني علي العبسي عندما فاز العميد على الريان بالسته في ذلك الوقت. كان الاهلي اهلي، الاهلي الموسم الماضي وقبل الماضي رجع جزء من قيمه النادي الاهلي، والفضل لادارته وجهازه الفني ولاعبيه خاصه ديوكو ومشعل عبد الله وفريق العمل، فكان عمل عظيم. لكن ديوكو قد يرحل عن النادي الاهلي، سمعنا انه رايح السيليه، مهم جدا انه ما يخرجش بره الدوري القطري، هداف الدوري سنتين متتاليتين. محمد عبد الله الاثناني الى وسام رزق، وسام رزق تمريره عميقه، ماجد محمد دخل في العمق، يا سلام على التمركز من ليونج وتصويبه، ولكن فين فين رومارينيو مصدر الخطوره الكبير جدا جدا، وضربه ركنيه لصالح نادي الجيش. عاهد الشنطي الحكم الأردني أدار نهائيين متتاليين الثاني والثالث، طالب بلان بدأ يدير من النهائي الرابع سنة 76، جاء بعد كده مبارك وليد، بعد كده محمد الملا وحسن الملا، ضربة الرأس الثاني من جديد من الضربة الركنية لصالح نادي الجيش. تعود الإمبراطور عبد الله القحطاني كان حاضرا في عام 99 أيضا لحكم لهذا النهائي. تلقى تاني على طول، خلفان 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 خلفان، بدأ يعدي ببر ونزير ونزير وعرضية قد تكون ونزير، ولكن يا سلام يا يوسف يا مفتاح، يوسف مفتاح مع المفتاح قفل بالضبة، والمفتاح اصطدمت في وجهه، ومع ذلك الولد قام ومركز جدا ولا كأن في حاجة، إحساس بالمسؤولية وتضحيات من بعض اللاعبين منهم يوسف مفتاح، مخلص جدا جدا لاعب الوكرة السابق والجيش الحالي، بينما كسولة بيحاول يعد ويمر وياخد فاول، مش حريف قوي مش سريع قوي، لكن بخبرته بيعرف يتمركز كويس ويتوجد في المكان المناسب باستمرار. برافو يوسف مفتاح وبرافو نزير بالحاج، ودي راس الحرب عبد القادر الياس يعود، والتزام تام الحقيقه من لعيبه الفريقين بالادوار الدفاعيه، شفنا الهيدوس قبل كده عمل موقف مشابه لكده، ودلوقتي عبد القادر الياس بيعود للدور الدفاعي على الباك اليمين لنادي السد وبيقدم جهد كبير جدا، 7.5 كيلو جريهم حتى الان عبد القادر الياس، متوسط تمام جدا جدا، متوسط سرعته 32 كيلو متر في الساعه، متوسط سرعته، بقول لكم معدل الجري كتير في الدوري القطري الحقيقه، ارتفع المعدل كتير ومنتظرين انه يرتفع اكتر واكتر بعمليه التوقفات وادعاء الاصابات من بعض اللاعبين، مستوى الريتم هيفضل عالي ومعدل الجري هيبقى اكتر في المباريات الدوليه، هتلاقي نفسك جاهز. ادي الكره العرضيه الجميله من خلفان ولكن الى ماجد محمد على هذا الملعب، صاله وجاله وابدع وتالق، يعدي ويمر هذه المره من علي اسد، ومعاه نزير ويغير اتجاه، يا ولد يا ماجد ده كابتن ماجد، لكن يا سلام يا هيدوس، لا 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 لا، حسن الهيدوس يقدم دور استراتيجي عظيم وسط تشكيله وفرقه نادي السد. حسن الهيدوس بيقدم ادوار قد تبدو مستتره، لكن اعتقد ان معلوم تماما ما يقدمه لمدربه حسين عبوته وزملائه اللاعبين. الله الله الله،
حمد الحرباوي نجم نادي قطر، واحد من افضل لاعبي هذا الموسم، وحسن الهيدوس ونام تاي وكثير من اللاعبين، لكن اعتقد هذا الثلاثي فعلا له دور كبير هذا الموسم. الحرباوي ثاني الهدافين، ونام تاي ببراعه وايز ونجوم نادي الاخويه قدموا موسم كبير جدا جدا، بينما الهيدوس على مستوى نادي السد على مستوى المنتخب في كاس الخليج كان واحد من ابرع اللاعبين في خليجي 22. نضج 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 نضج، كنا بنقول لخلفان يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، يا قطر ابنك خلفان نضج واستوى، ودلوقتي والله الهيدوس يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، يا زعيم ابنك الهيدوس كبر واستوى. والله طلال البلوشي مبدأ الأمان والطمأنينة، يطلع رمي التماس، كان معير لنادي الشباب برضو باللون الأسود والأبيض. طلال البلوشي لاعب الوسط صاحب الجهد الكبير جدا هذا الموسم، كان جنبه اللاعب جاسر في نص الملعب من الشبان اللي صعد، وكذلك مصعب وكذلك حمزه الصناجي. نادي السد بيدفع دائما الهجوم السريع، الهجوم السريع للسد، يعدي خلفان، يمر خلفان، يعدي خلفان من جديد الى موريكي، ولكن الاستلام مش مظبوط، الاستلام مش مظبوط من موريكي، كان لازم ياخد بدري شويه عشان يكون عنده زمن انه يقدر يستلم براحته، لكن هو الضغط في المساحه وفي الزمن فالاستلام كان متوتر شويه. محمد عبد الله المثناني أصبح الوصول سهل لمنطقة الجزاء، لا 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 لا، واجنر بعرض الملعب تاني إلى ماجد محمد، الشوط الثاني ماجد أفضل، وبالتالي الجيش بقى أفضل لأن ماجد عنصر مؤثر. عبد القادر إلياس، يا سلام يا عبد القادر، يا سلام يا عبد القادر، ولكن فين إلى ضربة المرمى. محمد منتاري هينزل، نشوف هينزل مكان مين. محمد منتاري، أدي ضربة الرأس من عبد القادر إلياس، هل هيطلع عبد القادر إلياس؟ فعلا هيطلع عبد القادر إلياس صاحب اللعبة دي، وهينزل محمد منتاري. محمد منتاري اللي كان نزل في مباراة قطر مكان عبد القادر الياس وصنع فرصة هدف التأهل إلى المباراة النهائية بتحركه الجميل، لكن هو راس حرب راس حرب، وأخيرا فطن لذلك الحقيقة صبري لموشي بعد ما كان بيلاعب منتاري جناح شمال، لكن لقى إن منتاري هو راس حرب. عبد القادر الياس زعلان جدا إنه خارج، لكن ما يقدرش يبين انه زعلان جدا عشان خاطر زمايله ومدربه والحصول والصحه، لكن كان نفسه يكمل، حاسس انه كان هيقدر يعمل حاجه خصوصا بعد ضربه الراس الاخيره، اعتقد ذلك. عموما مونتاري بدلا من عبد القادر الياس، تبديل بعد ربع ساعه من الشوط الاول. هجمات نادي الجيش 47% من اليمين، 24% من العمق، 29% من الشمال. الجبهه اليمين لنادي الجيش نشاطها بقى اكتر، ماجد محمد نشاطه في الجبهه اليمين خلى الفريق بيهاجم من هذه المنطقه اكتر، وقريبين العمق والجبهه الشمال. الحاجات دي كلها بتبين لك خط سير المباراه وقوه الفريق في اي اتجاه وضعف المنافس دفاعيا في اي اتجاه. واجنر من تاني على طول الى مونتاري، مونتاري يعدي ويمر والعرضيه، ولكن يا سلام يا سلام على الهادي جدا لي يونج، 34 35 سنه لي يونج. ادي واجنر. الجيش الشوط الثاني على مدار 17 دقيقة بشكل عام هو أحسن، لأنه خسران فطبيعي إنه يستحوذ ويضغط ويوجد نادي السد أكثر في نص ملعبه. تشتيت تطلع ثاني ضربة ركنية، أماكن مخصصة للعائلات بين الشوطين، كان في فرز للأرقام للفائزين بالجوائز زي ما قلت لحضراتكم، اهتمام غير عادي الحقيقة بهذا اليوم الكبير. هذه الضربة الركنية السريعة، ولكن فين إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى لصالح نادي السد. الرياضة وكتاب الإسلام والرياضة، الرياضة وكتاب الإسلام والرياضة، أفضل الكتب الحقيقة اللي شرفت بأنها جات لي كهدية من السيد العزيز تركي السديري كاتب الإعلامي السعودي الكبير، تحدث عن الرياضة والإسلام أنها من زمن الرسول الكريم والصحابة رضوان الله عليهم، وتكلم عن الصلاة وقال لك أن الصلاة ذات طابع حركي في أدائها، وكذلك الحج، والحركة هي أصل الرياضة. شفتوا الجمال؟ شفت الجمال؟ قال لك الصلاة هي عمود الإسلام، وهكذا يؤكد علو وقيمة الرياضة في الإسلام. تطلع إلى ضربة ركنية، قال لك أن الصلاة في اليوم الخمس فروض 17 ركعة، فيهم وقوف، فيهم ركوع، فيهم سجود، فيهم جلوس، فيهم مرونة للرقبة، فيهم رشاقة، فيها حركات للإيدين، حركات للعمود الفقري، فيهم توافق، فيهم توازن، وتكرارها التحمل. أي رياضة في 17 ركعة في اليوم، يا جمال الرياضة والإسلام.
من جديد الضربة الركنية السريعة، سلام على سعد الشيب، استخلاص رائع وتشتيت ممتاز وضغط كبير جدا من نادي الجيش في محاولة إحراز التعادل. والهجوم المعاكس لسه كرة في الملعب، موريكي موريكي وخلفان، والهجوم السريع انطلاق واختراق يعدي الولد ويمر ويفوت تاني غمار. سلام يا سلام يا سلام، هجوم سريع هجوم سريع وأداء راقي وبديع. أحمد سفيان يتصدى لخلفان وينقذ مرمى نادي الجيش من هدف تاني، لكن شفنا موريكي وروعته، شفنا خلفان وسرعته، شفنا أحمد سفيان وبراعته وردة فعله وحسن تمركزه الجميل. علي أسد الله عليك الله عليك الله عليك، أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا يحاول، ولكن على طول أندرسون في الوقت المناسب. ضغط قوي، يا سلام على كسولة، قوة 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 غير عادية من كسولة، وخطأ لصالح نادي الجيش، خطأ لصالح نادي الجيش. زمان كان في الفروسية وسباق الخير، الكلام ده كان فين؟ كان في المدينة المنورة، حقل الرياضة الأول في رحاب رسول الإنسانية الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال لك كانت زمان الملاكمة موجودة لكن دون الضرب في الرأس، ملاكمة دون الضرب في الرأس، بيحاول خلفان يضرب ولكن في الإيد دلوقتي لسفيان. الملاكمة كانت دون الضرب في الرأس، وده دليل على إنسانية هذا المجتمع من القدم. دلوقتي بنضرب في الرأس وبنفرح ونسعد ونهيص لما نشوف المنافس الدم نازل من أنفه ولا من وجهه ولا من عينيه في الملاكمة. ده كلام، ده كلام. الرياضة التي يوليها سمو الأمير اهتمام كبير، وتاني ثلاثاء من فبراير من كل عام خصصه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى كيوم رياضي لقطر، كل قطر بتقديم هذه الوجبة الرياضية الجميلة للقطاع العام القطاع الخاص، يوم تاريخي يكون حاضرا وأبدا. وسمو الشيخ عبد الله بن حمد نائب سمو الأمير في المقصورة الرئاسية أكيد سعادة كبيرة لحضور أصحاب السمو هذا الحفل وهذا اليوم الكبير. سعادة الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية وما تقدمه اللجنة الأولمبية للرياضة عموما وللرياضة القطرية خصوصا والتطور الكبير، وضربة الرأس من جديد ولكن إلى ضربة المرمى لصالح نادي الجيش. قلت لحضراتكم سعادة الشيخ جوعان بن حمد أيضا يتقدم المقصورة الرئاسية مع أصحاب السمو الشيوخ رئيس اللجنة الأولمبية القطرية مع سعادة الشيخ أحمد الفاعل رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. ودي صبري لبوشي بيتكلم مع عبد القادر الياس، يا ترى بيستفسر منه على إيه؟ يا ترى بيقول له ما تزعلش ما تغضبش الجايات كتير، قد تكون أو هي آخر مباراة في الموسم بالنسبة لنادي الجيش، هيبقى عنده بعد كده دور تمهيدي لدوري أبطال آسيا، ومين عارف يمكن إن شاء الله يكون في ثلاث مقاعد. والله أبكر لعب لعبة خطرة جوه منطقة الجزاء وتزحلق منها موريكي اللي عامل ماتش كويس النهاردة. موريكي مش بس عشان سجل الهدف، حالة موريكي النهاردة كويسة، سرعته كويسة، نشاطه كويس، تأثيره على الأداء الهجومي كويس. لكن هل هنشوف جرافيتي؟ لو نزل جرافيتي هينزل مكان موريكي، لأن صعب التفريط في نزير كلاعب محترف وليونج المدافع. فلو شفنا جرافيتي يبقى نشوفه مكان مين؟ مكان موريكي. لكن ممكن ينزل يوسف أحمد، ممكن ينزل صالح اليزيدي، دول من ضمن البدلاء اللي موجودين النهاردة. تلقى تاني من جديد حسن الهيدوس يرجع إلى كسولة، تغيير اتجاه اللعب بعرض الملعب إلى عبد الكريم حسن، استلام وامتصاص جميل بوش الرجل رغم الضغط اللي عليه لكن خدها بشكل كويس، وده طبيعي لعيب بيلعب في نادي السد ومنتخب قطر. ولكن تحت الضغط واليوم الصعب احيانا في حاجات بتفلت او بتهرب، لكن والله ما هربت. الهيدوس عايز يعمل وندو سريعه، هاتوا خد على طول الى موريكي برضه سريع، موريكي يقف ياجل، قال له تسمح لي، قال له اتفضل، هرب منه لوكاس بعرض الملعب الى خلفان، الى خلفان ضغط عليه من أندرسون إلى عبد الكريم حسن، كيمو لو ركز بالعرض، لو ركز بالعرض، ولكن فين فين تصويبة يا كيمو إلى ضربة المرمى. هو زعلان غضبان متضايق من نفسه على اعتبار أنه فرط فيها بسهولة وصوب بقوة بدون داعي، مفيش أوفسايد تماما. هنا لازم المرسل يكون صح، المستقبل صح، وجالك واحد على الأيمن القريب واحد على الأيمن البعيد وواحد متأخر، لازم تبص يا عبد الكريم أنت عديت مرحلة أن الحاجات دي تحصل، أصبح عندك من الخبرات اللي يخليك بص خلفان، خلال على 27 سنة خلفان أحسن لاعب في آسيا وعمره 18 سنة، تاني أفضل لاعب في آسيا العام الماضي خلفان إبراهيم خلفان، رغم الإصابات إلا أنه متماسك وإعداده دايما بيكون على أعلى مستوى. ابن خلفان، ابن إبراهيم خلفان نجم النادي العربي ومنتخب قطر وكأس العالم والجيل الذهبي الكبير للكرة القطرية.
نادي السد لرابع عام على التوالي في نهائي كأس سمو الأمير، وده بيحدث لثالث مرة في تاريخ نادي السد في البطولة. إنجاز كبير جدا جدا جدا، إنجاز كبير جدا جدا جدا، لكن يبقى إنجاز الغرافة هو الأفضل في التاريخ. أربع بطولات متتالية والخمسة جاء وصيفا، 95 96 97 98 99. أي إنجاز، أي إنجاز لهذا الجيل مع نادي الغرافة في ذلك الوقت. الآن نبحث جميعا عن الغرافة بعد ما كان حديث الصحافة، والله ما كان حد يقدر على الغرافة. نعود من تاني على طول، لكن الزعيم زعيم دائما وابدا بانتصاراته وبطولاته، اتفقنا انها ماليه حياته. ماجد محمد اظهر وبان عليك الامان، يفرق كتير جدا من تاني. بعرض الملعب الى واجنر على فترات، يمشي على سطر ويسيب سطرين، واجنر من تاني، واجنر من تاني، يعود الى محمد عبد الله المثناني. فين التصويب يا ولد؟ فين التصويب يا ولد؟ يصوب، ولكن على طول سعد الشيبي يمسك على مرتين، على مرتين. قنوات الكأس ونقل حي ومباشر لحضراتكم على مدار ال 24 ساعة وعلى مدار الفترة بالكامل، 100 كاميرا لنقل أحداث هذا الحدث الكبير و27 برنامج لنقل هذه الوقائع الجميلة على مدار الفترة الماضية. قنوات الكأس قلت لحضراتكم بمعديها بمذيعيها بمصوريها بمخرجيها بمسؤوليها تحاول أن تصل لحضراتكم إن شاء الله دائما وأبدا بأفضل صورة، حتى تكتمل الصورة نصل إليكم بإذن الله بأفضل صورة. الكرة العرضية من لوكاس مينديز، ترجع ورا تاني، في برة لعيب كوري بديل مع نادي الجيش، واللعيب الكوري لو نزل ينزل مكان أجنبي، ولو أجنبي يبقى رومارينيو أو أندرسون أو لوكاس مينديز. أنا شايف إنه ممكن يكون مكان لوكاس مينديز، ممكن، ومصعب بيلعب باك شمال الفترة اللي جايين مع مرور الوقت، يعني ينزل مكان لوكاس مينديز ويقفل الباك الشمال، وممكن احيانا تلعب بالثلاثه، يعني تلعب يوسف مفتاح وابكر واندرسون وتلعب بثلاثه ورا. ده جزء من المجازفه التي قد تحدث عند صبري لابوشي في مستقبل المباراه. بينما حسين عموته اعتقد مع مرور الوقت، اعتقد مع مرور الوقت ممكن ينزل مصعب كلاعب ارتكاز زياده في نص الملعب ويقفل شويه زي ما حصل امام الاخويا وهو كسبان 1-0 في الدقيقه 69، نزل مصعب وحول طريقه لعبه من 4-2-3-1 الى الطريقه الهرميه 4-3-2-1 مع هشام زاهد ورا محمد غلام. بالمناسبه محمد غلام سجل ثنائيه في هذه البطوله في النهائي في عام 2003 من 12 سنه، محمد غلام الظهير الايمن واللاعب الدولي القطري كان سجل ثنائيه عندما فاز على الاهلي نادي السد 2-1. ايضا ثنائيه اسحاق دبره والفوز على العربي في عام 94 3-2، وكذلك يوسف السوداني في عام 75 عندما فاز على الاهلي نادي السد 4-3، وكان علي بهزاد وعبد الله الزيني كانوا سجلوا في ذلك الوقت كل واحد منهم هدف لنادي السد. بينما بدر بلال على الريان مع حسن مطر في عام 82 والفوز على الريان 2-1، علي بهزاد والفوز على الريان 1-0 في عام 77، في عام 85 فاز نادي السد على الاهلي 2-1 لحسن جوهر وخالد سلمان. خليفة خميس الرجل القوي، الرجل القوي في نشأة فريق نادي الأخوية ونادي الأخوية، الجناح الأيسر الدولي التاريخي لنادي السد ولمنتخب قطر، سجل في مرمى العربي في عام 86 ومع حسن جوهر أيضا في ذلك النهائي، 14 مباراة في النهائي فاز بها نادي السد، إنجاز كبير جدا جدا. نادي الريان وصل للنهائي 15 مرة، فاز 9 وكان وصيف لها، فاز بها 6 مرات وكان وصيف لها 9 مرات. عبد الكريم حسن كيمو ضغط بقوة وفاول واكتفى بالعقوبة الفنية. زعلان محمد عبد الله المثناني ان ما فيش انذار، زعلانين ان الحكم بيدي عقوبة فنية ولا عقوبة إدارية. ادي ماجد محمد بعد ما عدى، وادي رومارينيو عدى مرة وفات واتعمل معاه فاول بمنعه من هجمة واعدة. اهو اللعب على الرجلين بشكل مباشر، لازم كارت اصفر، لازم كارت اصفر، لكن واحده تشبهها في الشوط الاول لطلال البلوشي ما اتعملتش وما خدتش كارت اصفر، وكل لعيب بيحاول يشتكي الحكم عشان يبين ان هو ليه حق. مش مطلوب الكلام، مش مطلوب الكلام. ادي رومارينيو 24 سنه لسه صغير، لكن ما شاء الله عليه، رابع هداف الدوري القطري
العنطري هزل لاعب حسن عبد الفتاح هزل موسم النجم الاردني. الحقيقه مع نادي الخرطوم قدم موسم كبير خاصه في الدور الثاني. الضربه الحره وتتحول على طول الى ضربه مرمى. الى ضربه مرمى. ادي ابكر حكم ادى الفرصه للعيبه انها تعترض في بعض الفترات، لكنه مستنيهم نفسه في هدوء. صبري لموشي لاعب الوسط المدافع، وتحول بعد ذلك الى لاعب وسط مهاجم وصانع لعب في ايطاليا، لاعب وسط مدافع في المنطقه العربيه، لاعب وسط مهاجم وصانع لعب. جافي حاضر ان شاء الله مع نادي السد، مهاجم الجزائري الحاضر هناك في النجم الساحلي ايضا حاضر مع نادي السد في المرحله القادمه. ادي ماجد محمد اماميه لكن بهدوء ليونج. حسن الهيدوس يقف ويأجل ويعمل ديلي ويطلع تاني فوق الى موريك السريع جدا جدا، يغير اتجاهاته بشكل جميل ويهرب من اندرسون العرضيه، ولكن ابكر يطلع على طول الى رميه التماس. حسن الهيدوس صنع هذا الموسم 59 فرصه لعب على المرمى. ماجد محمد صنع 45 فرصة لعب على المرمى أثناء الموسم في بطولة الدوري بإحصائيات. ماجد محمد عمل 13 تمريرة حاسمة بالأهداف. الله بقول لكم عامل موسم جميل، لكن النهاردة الشوط الأول ما كانش في مستواه. علي أسد فينك يا علي؟ فينك يا علي؟ والثنائيه سجلوها. الله. خلينا اقول لكم، ممكن اللعبه دي تكون تسلل ولا لا؟ لا، فيها تسلل، فيها شك، لان حارس المرمى طلع لقدام واصبح يوسف مفتاح كانه هو حارس المرمى، واصبح موريكي في موقع تسلل الا اذا كانت لاعاده مخرجنا الكبير حمد الكواري راي اخر. موريكي قلع طاقيه الاخفه وظهر، اظهر وبان عليك الامان، يظهر في اليوم المناسب، يظهر في اليوم الغالي، يظهر في اغلى الكؤوس ويقدم نفسه بالوجه الذي يجب ان يكون عليه مع مارتشيلو ليبي المدرب الفائز بكاس العالم مع جوانزو الصيني، كان بطلا لابطال اسيا لينجح بالفعل في احراز ثاني اهداف اللقاء. 2-0 للزعيم. علي اسد. حمد الكواري هيعد لنا اللعبه اللي فاتت بالراحه بهدوء اللي هي الهدف. لما تيجي الفرصه عندي شك واحساس انها ممكن تكون تسلل، لان حارس المرمى احمد سفيان لما تقدم للامام ورجع لورا يوسف مفتاح، تمركز موريكي تقريبا كان بين الاثنين، وطالما بين الاثنين يبقى ما بينه وبين خط المرمى مدافع واحد فقط من الفريق الاخر وليس اثنين، وبالتالي المفروض انه موقف تسلل طالما استلمها ولعبها يبقى متسلل. نشوف، يمكن ممكن لا. قلت لكم من ايام قليله، من 96 ساعه على هذا الملعب، رفشان ارباطوف اكثر من ادار مباراه في كاس العالم وافضل لاعب في افضل حكم في اسيا 5 مرات، اخطا اكثر من 3 اخطاء لا يخطئها حكم درجه ثانيه، ولكنه اخطا، فهي جزء من اللعبه، الاخطاء جزء من اللعبه، واخطا وهيخطئ وهيفضل يخطئ تاني على طول، بس ندعي ونتمنى ونتدرب ان الاخطاء تقل، هي دي الرساله التي يجب ان تصل للجميع، مش كده ولا ايه؟ محاوله تاني من جديد، ورميه التماس الى ماجد محمد، 2-0 لصالح السد، رابع مواجهه بين الفريقين هذا الموسم، السد فاز مرتين والجيش فاز مره، دي المواجهه الرابعه بين الفريقين. 15 هدف في 3 مواجهات بين الفريقين هذا الموسم. نزير بالحاك تمريره جميله جدا جدا وحلوه على طول الى علي اسد، اللاعب الموهوب الحريف الى خلفان. فينك من زمان، فينك من زمان يا نجم يا فنان. محمد عبد الله المثناني، اخر مباريات فريق الجيش هذا الموسم، غدا حفل نهايه الموسم على المستوى المحلي، لكن مستمرين طبعا في المشاركات الاسيويه. يا سلام على الهيدوس، بيعد ويفوت ويدوس، لكن أبكر توقيت مثالي جدا جدا، برافو عبد الرحمن أبكر، عمال ينضج ويزيد الحياة في المستوى كتير،
بترجع تاني، ولكن في لمسة يد لصالح نادي الجيش، لمسة يد لصالح نادي الجيش. طلال بلوشي سعيد وفرحان، الحكم رحمه قبل كده من إنذار في لعبة كانت ضرب مباشر أو فاول مباشر على القلب من الخلف كده أو من الجنب، لكن كسبان 2-0 هو السبب في الهدف الأول وكابتن لنادي السد، وهيرفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه لو فاز السد بالبطولة. لكن لسه عندنا 21 دقيقة، لسه عندنا 11 دقيقة، لسه كتير، خلفان حالة السد كويسة، خلفان تحضير، الله عليك الله عليك، إلى نزير إلى نزير إلى نزير، انطلاقة انطلاقة واختراقه، ولكن فين 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 عبد الرحمن أبكر في الوقت المناسب وأحمد سفيان في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ينقذ الموقف. الله 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 الله، اللعب السريع، المساحات، السرعات، الانطلاقات، وشفنا كلنا المهارات، انطلاقه تاني من جديد، محاولات مستمره وقائمه وجهد غير عادي بيبذل من لاعبي الفريقين لنيل شرف الفوز بالكاس الغاليه، الفوز بالكاس الغاليه. هجمات السد من ناحيه الشمال زادت، بقت 46%، بقت 46%. خليها لي علاء شويه على الشاشه الاحصائيه بس عشان سواء انا والساده المشاهدين نلحق نبص عليها شويه. محمد عبد الله المسناني اللي كان بيطالب بانذار للعيبه السد هو اللي خد الانذار، داخل على خلفان، بالراحه شويه يا محمد، والله بالراحه شويه. 23 بطوله اقيمت باداره لحكام قطريين وعددهم 12 حكم، 14 حكم قطري، ده الحكم رقم 15 النهارده. 19 مباراه اديرت لغير القطريين، وادي الطائره الهليكوبتر ولقطه علويه لتحفة ملاعب الخليج، حوض السمك، ملعب ثاني، ملعب حمد بن قاسم، ملعب نادي السد، واحد من الملاعب الجميلة الموجودة في المنطقة العربية. الحقيقة كأس الخليج القادمة إن شاء الله في الكويت بإذن الله. أدي رومارينيو، مهاراته وقدراته الخاصة عالية جدا، ولكن الفارق البدني لصالح دفاع نادي السد وللمساحات إلى خلفان، عدى ومر وفات، يلتهم المساحات، يا لها من مهارات، يعدي ويمر تاني من جديد، بص شوف خلفان بيعمل إيه، بص شوف خلفان عمل اللي عليه، ولكن التواصل في الناحية العكسية وضربة مرمى لصالح نادي الجيش. قوة خلفان، سرعة خلفان، مهارة خلفان، خد 21 22 دقيقة فقط في مباراة الإخوية الأخيرة، أعتقد لو أكمل المباراة إن شاء الله يكملها سليم، هنلاقيه في المواجهة الكبرى ما بين السد والإخوية، والإخوية تفوق خارج ملعبه 2-1 ومرشح بقوة ليصل إلى الدور ربع النهائي، إلا إذا كان للزعيم رأي آخر ويعود منتصرا وقادرا على التأهل من جديد إلى الدور ربع النهائي. لكنها قمة كبيرة، وجه جميل لكرة القدم القطرية من خلال مواجهة السد والإخوية، والآن السد والجيش، الزعيم السداوي في المدرجات دائما للانتصارات، جمهوره غاوي. ليونج احصائيات من جديد، نادي السد في الشمال 46%، في اليمين 31%، في العمق اقل 23%. السد النهارده شغله من الاجناب اكتر واكتر، شوف معدل الهجمات، معدل الظهور في التلت الهجومي عن طريق الاجناب اكتر من العمق، اكتر من العمق. خبرات كبيرة كسبها العاملين الحقيقة في قنوات الكأس، من المحكات الجميلة بخبرات أوروبية وعالمية، وده اللي خلى المسؤولين الحقيقة يثقوا تماما في حمد الكواري بعد مشوار كبير ليه وعدد مرات إخراج لمباريات في دوري أبطال آسيا ودوري نجوم قطر وبكاميرات الحقيقة مختلفة العدد، وشرف كبير الحقيقة تواجد النهاردة في هذا اليوم الكبير. إلى خلفان والهجوم المعاكس نادي السد، أي سرعة أي انطلاقات، ولكن أندرسون، في النهاية إلى ضربة ركنية. بص شوف نادي السد بيعمل إيه، بيحول نفسه من الدفاع للهجوم بأعلى سرعة وبأكثر عدد، بينما أندرسون اللي معروف عنه إن هو في السرعة الانتقالية مش شديد، مش عالي، مش كويس قوي، لكن في التمركز كويس، لكن بدأ يجهد بأطوال وهجمات مرتدة. طفل صغير يكبر على حب الزعيم وعلى حمل الكأس، ويتحسب له في تاريخه وهو عنده 4 5 6 7 8 سنوات، حضر في الاستاد وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد حاضر في المقصوره الرئيسيه. لحظات بتبقى تاريخيه، مفيش كلام مفيش كلام. لوكاس مينديز الى حسن الهيدوس الى اندرسون، اندرسون بذكاء بيعاقب الضغط اللي عليه، بص ساب الكوره
وعمل في كوعه كده وحاجه الا اذا كان الحكم هيوقف اللعب عشان يعمل اسقاط بعد كده للعلاج. لان اندرسون انا شايف انه بيعاقب موريكي، يعني وقف او حسن الهيدوس وقف واداله كوعه او ظهره وانذار. بص الحكم عمل ايه، خميس الكواري كان لعيب كوره يحس بيها لعيب الكوره، اندرسون كان ماشي ومكمل لكن وقف عشان يعاقب حسن الهيدوس ان هو ايه شابط فيه قوي، ان هو ملتزم قوي، ان هو مخلص في ادائه قوي. فقال له اخلص بعيد عني يا اخي، قال له اخلص بعيد عني. هو عطل كمان سرعته عشان يعمل دي وباصص عليه، يعني تشعر انه حاسس انه عامل عمله فعلا فعلا. خلفان وحسين عموته فرحان، الابتسامه ظهرت اخيرا اخيرا في برنامج تكتيك، بدور له على صوره بيضحك فيها اثناء الماتشات انا ورئيس التحرير الجميل ايمن السيد، مش لاقين له صوره بيبتسم. اخيرا شفت حسين عموته بيبتسم دلوقتي مع خلفان، لان هو بيبتسم عشان حاجتين. اولا الفوز بهذا اللقب ينقذ له الموسم بنسبه كبيره امام جماهيره وادارته الكبيره. في نفس الوقت شاف ان فريقه رجع لحاله هو محتاجها قبل مباراه العوده امام الاخويه وعوده خلفان. كل دي عناصر تخلي حسين عموته المدرب المغربي الكبير يضحك. وليه ما يضحكش؟ يضحك طبعا، يضحك، لازم يضحك، مش كده ولا ايه؟ جعفر راشد واحد من اللاعبين التاريخيين ايضا لنادي السد، واستمراره في مشوار الاداره وجهاز الكره شيء عظيم. محمد غانم العلي ودوره الكبير مع الفريق ومشوار شافي تم بنجاح. موريكي يقدم اجمل مبارياته هذا الموسم، خير ختام على المستوى المحلي لموريكي، وكانه حضور شافي خلى الكل بيجتهد والكل بيكافح والكل بيقول ان انا جدير باني افضل او اتمنى ان انا افضل في نادي السد كمحترف الى جانب شافي طبعا النجم الاسباني الكبير. بينه وبينكو تغري تغري، وجزء من الاستثاره والاعلان عن حضره شافي بالفعل كان ضربه معلم في هذا التوقيت، استثاره للكل ودافعيه جديده للكل. مفيش كلام مفيش كلام. حاوله ثاني من جديد، ضربه المرمى فاول من تاني. اللحظات الاخيره 4 دقائق من عمر المباراه، 4 دقائق غير الوقت بدل الضايع، والنتيجه 2-0 والسد في حاله صحيه جيده، والسد ما عملش ولا تبديل، معناه ان حسين عموته راضي عن كل اللي في الملعب. والهدف المبكر يخليك تلتمس الاعذار للبعض، اما لو كنت خسران مبكر ما يخلكش تصبر، وده اللي حصل في عبد القادر الياس. شفت الهدف بيفرق في ايه، بيعمل في ايه، حسابات امور زي دي بتفرق كتير جدا جدا جدا. حاولت قائمه ومستمره، خميس الكواري جري زيه زي اللاعبين بالظبط. ضربه حره، لازال اللعب برضه هادي قوي قوي. لمسة واحدة كسولة، خط وسط نادي السد الشوط الثاني قوي في نص الملعب، قوته هي اللي خلت التحول من دفاع الهجوم يبقى عالي بالشكل ده. شفنا خلفان ونزير وعبد الكريم حسن وموريكي عملوا أطوال كتير بسرعات عالية، لياقة بدنية مرتفعة، ودايما السرعة هي المؤشر الحقيقي لمستوى اللياقة البدنية. الجيش إحصائياته من ناحية اليمين 43%، من ناحية الشمال 38%، من العمق 19%، لأنه حاول من العمق كتير لكن مغلق، فاضطر برضه يروح للأجنحة. إذا الفريقين أبعدوا خطورة المنافس من العمق وقالوا لهم روحوا على الأجنحة، روحوا على الأجنحة. موريكي، أندرسون مدافع البرازيلي الكبير، يوسف مفتاح، رومارينيو، ياسر أبو بكر، ياسر أبو بكر تبديل يضيف في نص الملعب قوة. ياسر كان موجود السنة اللي فاتت في نهائي السلية والسد وخسر النهائي بالتلاتة، ودلوقتي موجود الأمريكي. تسلل على أمريكي ورأي مرفوعة من المساعد الأول الموهوب طالب سالم المري، لكن لسه هنشوف الهدف الثاني بتاع السد يا طالب. الهدف الثاني
الثاني بتاع السد يا طالب محمد الكواري كل استوديو التحليل وخالد جاسم الحكم وحمزه الصناقي هينزل حمزه الصناقي وهيخرج موريكي وبدل ما يدي لجرافينتي بدل موريكي بيثق في حمزه الصناقي هو مش الموضوع ان حمزه الصناقي احسن من جرافينتي لكن الموضوع ان يخلي الولد الصغير يبقى من ضمن اللي لعبوا النهائي الغالي من ضمن اللي فازوا بكاس الامير من ضمن المنظومه اللي فازت اللي هيحتاجوا بعد اسبوع بعد شهر بعد شهرين لانه هيستمر لكن جرافيتي شكله ماشي فقال لك ادي الولد الثلاث اربع دقائق بالوقت بدل الضايع يساووا عندي نص موسم في الخبرات وفي الثقه في النفس وادي الكره العرضيه شفتوا يا جماعه الاحساس بالموقف ده خلفان هيبقى هو راس الحربه وحمزه السنهاجي هيروح ناحيه الشمال وعلي اسد ينطلق من العمق مكان خلفان السابق ثاني من جديد حسن الهيدوس قد يصاب هو عامل بالعرض هو عامل بالعرض لكن قلشت وهربت وراحت وضاعت الى ضربه المرمى هو عاملها بالعرض بالمناسبه عشان ما حدش يظلمه ونقول عليه اناني الى مونتاري لعب لعبه واحده بس حلوه غير كده دفاع نادي السد كانت سيطرته قويه جدا جدا دفاع نادي السد هذا الموسم دخل مرمى 35 هدف دفاع نادي الجيش دخل مرمى هذا الموسم 40 هدف في بطوله الدوري وادي خميس الكواري وفاول فاول لصالح نادي الجيش ثلاث دقائق عندنا وقت بدل ضايع فقط ثلاثة دقيقة والحلم يصبح حقيقة نعم حلم يصبح حقيقة تفوز باللقب للمرة رقم 15 في التاريخ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد يسلمك الكأس الغالية معنويات تبقى مرتفعة الإخوية والسد يوم كبير في دوري أبطال آسيا إن شاء الله هننقل لحضراتكم مباريات دوري أبطال آسيا أيضا القادمة الإخوية والسد الهلال السعودي وبيروزي العين والأهلي الأهلي السعودي ونفط طهران وضربة حرة الآن رومارينيو سلام يا سلام يا سلام سعد الشيب على مرتين تاني سعد يحيى سعد في الشوط الأول سعد يحيى سعد في الشوط الثاني عاش سعد يحيى سعد الشيب في الوقت المناسب الله 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 65 بطولة الزعيم ما حدا يطوله نعم 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 انطلاقة واختراقة وانطلاقة نادي السد بدأت من جديد فعادت إليه الاستفاقة استفاقة السد وبقوة بهذا الانتصار الغالي ولرابع مرة على التوالي الزعيم في النهائي حدثت من قبل ثلاث مرات قلت لحضراتكم في عام 85 و86 و87 و88 فاز السد ثلاث مرات من الأربعة الآن جوهرة قطر السمراء وجوهرة السد السمراء خلفان إبراهيم خلفان يا فؤادي لا تسأل أين الهوى يا قطر ابنك خلفان كبر واستوى يخرج خلفان ويشارك جرافيتي بيخرج خلفان لتحية خلفان ومزيدا من الثقة للنجم العائد من الإصابة وجرافيتي حاضر ويشارك زملائه في حصد هذا اللقب الغالي انتصاراته مالية حياته يوم ورا يوم أمجاده بتكتر نعم يوم ورا يوم الزعيم أمجاده وبطولاته بتكتر عالية فوق إلى مونتاري ضربة الرأس من جديد بنقول برافو للعيبة نادي الجيش وفريق الجيش قدموا موسم بعد استلام صبر لموشي موسم جيد جدا وصلوا لنهائي كأس قطر لنهائي كأس سمو الأمير كانوا قادرين على حصد اللقب ولكن اصطدموا بالأخوية الفريق البطل للدوري واصطدموا بالزعيم زعيم البطولة فكانت المواجهة قاسية بالفعل لي يونج اللي قدم مباراة كبيرة النهاردة سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني وتحمل عبء كبير الحقيقة مع زملائه اللاعبين في مواجهة هجمات الفريق جماهير نادي السد والنسخة 65 في انتصاراته وبطولاته ومشواره الكبير لهذا النادي الكبير نادي السد اللي تأسس سنة 1969 اللي عمره العقلي أكبر من عمره الزمني نادي السد بالانتصارات اللي حققها الحياة خلال مشوار انطلاقة تاني من جديد بعرض الملعب تروح على طول واجنر اختفى كتير عشان كده ياسر ابو بكر بعد العرضية يوسف مفتاح والعرضية يا سلام اي روعة اي متعة رومارينيو يقلص الفرق
يشاهدها أغلى الكؤوس في اللحظات الأخيرة. لا تراجع ولا استسلام، الكوماندوس الجيش تعظيم سلام. رومارينيو ياخدها على الطاير بشكل جميل جدا جدا، تحتضن الشباك لتصبح النتيجة 2-1، ودي قيمة الهدف الثاني دايما اللي بيتسجل. نلعب في الوقت بدل الضايع، الثواني الأخيرة وصفرة النهاية، ويا لها من النهاية. نعم نعم نعم، مبروك للزعيم، بي 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 يا فرحة عيال الدين. النادي السد بطلا لكأس سمو الأمير، النادي السد بطلا لأغلى الكؤوس للمرة رقم 15 في تاريخه. مبروك لنادي السد، ينتصر على نادي الجيش 2-1 بعد مباراة كبيرة وأهداف عظيمة. نجح موريكي في إحراز هدفين لنادي السد، ولكن نادي الجيش لم يستسلم، لم يتراجع، بل بقي بطلا للنهاية. سجل هدف تقليص الفارق ولم يسعفه الوقت في البقية. مبروك يا زعيم. نعم نعم نعم، كأسك يا تميم يبدو أنها باسم الزعيم. نعم، انتصار كبير وفرحة كبيرة ولقطة عظيمة. ملعب قاسم بن حمد بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، شاهدا على النسخة 43 والسد بطلا للمرة 15 في تاريخه. مبروك للسد، وهارد لك لنادي الجيش، قدموا مباراة كبيرة، يوم كبير، يوم عظيم. ملعب قاسم بن حمد، ملعب المكيف، درجة الحرارة 19-20 درجة مئوية، خارج الملعب حوالي 35-40 درجة مئوية. الكل مكيف والكل تكيف بالجو، بالمناخ، بالطقس، بالظروف، بالأجواء. هو يوم كبير، ابتسامة مجتمع وسعادة أمة وفرحة وطن وفرحة للزعيم بالنسخة 15 لأغلى الكؤوس. مشاهدينا الكرام، حتى يحين موعد تسليم الجوائز والكؤوس، سنكون مع هذه اللقطات وهذه الفرحة لنادي السد، ولقطات بالطائرة الهليكوبتر وكاميرات خاصة لقنوات الكأس لنقل هذا الحدث الكبير لحضراتكم، بعدما استمتعنا خلال 90 دقيقة بكرة قدم بهدف في بداية المباراة وهدف في آخر المباراة. أي متعة، البداية رائعة والنهاية أكثر من روعة. وابن موريكي سعيد بهدفي والده بعدما ظهر النجم الكبير موريكي بالقيمة التي انتظرناها وتابعناها، وبالفعل جاء في الموعد وفي اليوم وفي المكان وفي الوقت المناسب. بينما لاعبي نادي الجيش خسروا بشرف، خسروا نهائي كأس قطر، خسروا نهائي كأس سمو الأمير، ولكن في الحالتين قدموا مباريات كبيرة، نموذج لإدارة ناجحة، نموذج لفريق كرة قدم محترم، نموذج للاعبين ملتزمين منضبطين، اجتهدوا، كافحوا، ولكن اصطدموا ببطل الدوري وأقوى الفرق الأسيوية الأخوية، واصطدموا بزعيم آسيا وثالث العالم. طبعا ألف ألف مبروك لنادي السد اللي أحرز اللقب الغالي، أغلى الكؤوس، كأس سمو أمير البلاد المفدى لكرة القدم، بعد فوزه على الجيش بهدفين مقابل هدف واحد. كابتن عادل، ثنائية السد حققها موريكي في دقيقتين، الثانية والسادسة والسبعين، شنو رأيك في الموضوع؟ نقول في البداية مبروك للسد، إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير على الفوز. صراحة السد قدم مباراة كبيرة، قدر أنه يترجم الفرص لأهداف، يعني مبين على السد من بداية الشوط الأول، وهو تركيز، أنا تكلمت عن التركيز، وفعلا يعني تركيز السد كان تركيز عالي، قدر انه يسجل هدف في بدايه الشوط والشوط الثاني في نهايته وينهي المباراه لصالحه ويفوز بالكاس. اليوم يعني فعلا يعني السد قدم مباراه كبيره وقدر يفوزون يعني احنا تكلمنا عن اجهاد وارهاق ممكن يواجه السد، لكن شاهدنا السد غير فريق بطولات، فعلا يعني عنده شخصية البطل في خصوصا في مثل هذه البطولة، بطولة سيدي أمير البلاد المفدى، قدروا يفوزون ويتتوجون بالكاس للجماهير وللإدارة وللاعبين. شخصية البطل وشخصية قتالية أيضا، يعني أستاذ عبد العزيز، باعتقادك الهدف الأخير للسد، هل أن ممكن نقول أنه بعثر أوراق الجيش في الشوط الثاني؟ شوفي، كان قبل الهدف جاء قبل تقريبا نهاية بربع ساعة أو أقل من ربع ساعة. الجيش
طلع او ظهر بوجه مغاير للفتره اللي ظهر عليها في الشوط الاول. يعني احنا ما شفنا حتى هجمات خطره للجيش، ما شفنا اي قتاليه او اي فعاليه داخل الصندوق او ان في كره وصلت لمهاجمين نادي الجيش. يمكن الفريق اداء في الشوط الاول او رغبته في الفوز في الشوط الاول او العوده للمباراه كانت اكثر من الشوط الثاني. بامان هذا شيء استغربنا منه يعني واحنا نتابع المباراه. السد استحق الفوز، السد كان جدير بهذا الفوز، ظهر معدن لاعبي نادي السد في المباراه. احنا كنا نقول ان الجيش بيلعب على المخزون اللياقي اللي عنده اللي هو افضل من نادي السد. رغبه الجيش ايضا في الحصول على اول لقب في كاس سيدي سمو الامير ما شفناها خاصه في الشوط الثاني. فريق كان مقدم مباراة كبيرة صراحة السد ويستحق هذا الفوز، وألف مبروك للجماهير. أكيد نبارك لهم. هذه اللحظات مثل ما نشوف ضيوفنا الكرام، نلاحظ بدء تكريم صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتكريم اللاعبين والحكام والمدربين. طبعاً هذه الفرحة فرحة العرس الرياضي، فرحة لقاء العمالقة، لقاء الأبطال. السد يحصل على اللقب الخامس عشر وهو أكثر الفرق القطرية تتويجاً بالكاس الغالية. طبعاً هارد لك للجيش، نقول دائماً الكل ربحان في هذه البطولة. طبعاً الجيش حقق على آخر المباراة هدف يعني لتقليص الفارق في الوقت الضايع على ما اعتقد، يعني قدروا الجيش انه يسجلون الوقت هدف الوقت ال94 اي خلاص يعني قد نهايه المباراه اكثر من الوقت الضايع يعني بعد يعني في الدقيقه 94 هي كانت 3 دقائق يعني ما في مجال انه يعني انه يعود للمباراه ويسجل التعادل. الاهداف اخطاء وفعلا يعني شاهدنا اخطاء من للجيش في الشوط الأول ونهاية الشوط الثاني، وكذلك هدف الجيش في السد على ما أعتقد خطأ، هي أخطاء، لكن كيف تدارك هاي الأخطاء؟ فعلا يعني السد قدر أنه يتدارك أخطاء ويحافظ على الهدف ويسجل هدف ثاني ويخرج فائز بالبطولة. أيضا وصول نادي الجيش خلال سنوات بسيطة يعني لنهائي كأس سمو الأمير، هاي الأمر مش بسيط أيضا. شوف احنا يمكن احنا قاعدين نشوف على التتويج نادي الجيش، هاي أول مرة في تاريخ نادي الجيش يوصل للمباراة النهائية. طبعا هذا إنجاز يحسب لإدارة نادي الجيش، للاعبين، للمدرب صبري اللموشي ولكل أعتقد المدربين أو اللاعبين اللي مثلون نادي الجيش حتى في السنوات الأربع الماضية. كل سنة نشوف نادي الجيش يحقق إنجازه ونتيجة جيدة. العام الماضي فاز بكأس قطر، السنة شفناه واصل لنهائي كاس قطر، وصل لنهائي كاس سمو الامير. طبعا هذا انجاز كبير لنادي في عمر نادي الجيش. احنا نتمنى ان شاء الله ان اداره نادي الجيش تستمر على هذا المنوال من خلال التعاقدات المفيده للاعبين، تعاقدات مع لعيبه لهم تاريخ ولهم سي في جيد، ايضا يكونون اضافه جيده للاعبين خلال الموسم القادم والمواسم ان شاء الله اللي تليها. كابتن عادل قبل ما يبتدي الشوط الاول قلت لي انك تسلمت الكاس 5 مرات، وصف لنا شعورك، شلون اللاعب لما بعد هالجهد الكبير والمتواصل طوال العام وهاي ختام الموسم الرياضي، كيف كان شعورك لحظتها؟ طبعا هاي يعني التتويج ما في شك يعني شعور ما يوصف، بعد تعب ونهايه موسم ويعني في بعض الأوقات يعني أنت ما تفوز البطولة، لكن هاي البطولة تكون من نصيبك، وفعلا يعني تفرح فيها الجماهير، النادي والإدارة والأهل والأصدقاء، يعني هذا الشعور يعني ما يوصف صراحة. يعني بالشاهدين احنا لاعبين السد في التتويج كيف يكونون عيوهم مبتسمة وفرحانين بنهاية الموسم إنه يفوزون كاس غالي عليهم على الرياضيين اجمع يعني في قطر. نتمنى ان يعني هذه البطوله والفائز فيها ان فرصه ان يفرح جماهيره ويفرح اداره النادي ويفرح جماهير السد.
نعم طبعا يا استاذ عبد العزيز، تفضل. يعني شعور اللاعب في هاللحظة، في لحظة تتويجه بعد هاي التعب الطويل؟ شعور الطالب الناجح في الامتحان. صدقيني فرحة، هي في النهاية فرحة، فرحة كبيرة، سواء الدرع سواء، بس الفرحة هذه مضاعفة. في يوم تاريخي، تواجد سيدي سمو أمير البلاد المفدى أعطى زخم كبير لهذه المباراة طبعا، وأعطى أهمية كبيرة جدا لهذه المباراة. السلام على السمو قدام الحين ملايين العالم اللي يشوفك، سواء في قطر أو خارج قطر، حتى الحين البث الفضائي واصل لأمريكا ولمختلف القارات العالم. صحيح. فهذا إنجاز يسجل في سجل تاريخي للاعب، بغض النظر عن الفائز والخاسر. نتمنى لنادي السد كل التوفيق أيضا في مباراته القادمة أمام شقيقه الأخوية، اللي نتمنى لهم أيضا نفس الشيء، كل التوفيق. أيضا أنا أعتقد أن إدارة نادي السد يمكن يوافقني بخميس الكلام هذا، أن اليوم نهاية الفرحة، الليلة هذه نهاية الفرحة بكأس سيدي سمو الأمير، لأن وراهم مهمة كبيرة أيضا تبتدي من يوم الأحد والاثنين، عشان مباراة يوم الثلاثاء، نعم يوم الثلاثاء عندهم أيضا مهمة صعبة كبيرة. نتمنى لهم، نتمنى النادي الأخوي تقديم مباراة تعكس تطور وتقدم كرة القطرية، لكن هذا اليوم يوم تاريخي في حياة اللاعب، من حقهم يفرحون، من حقهم أيضا نحن نبارك لهم ونقول لهم ألف مبروك. يمكن التوقعات كانت تصب في صالحهم بجانب صالح نادي الجيش جانب، لكنهم تغلبوا على الحالة الذهنية اللي كانوا فيها، خسارتهم الأخوية تشتت فكرهم من مباراة للثانية. أكدوا أنه فريق بطولات، فريق يركز في ناحية واحدة بس إذا أمامه مهمتين، وبعد ما ينتهي من المهمة هذه يركز في المهمة الثانية اللي هي دوري أبطال آسيا. الله يوفقهم إن شاء الله، ويوفق نادي الأخوي في المباراة. طبعاً إحنا مثل ما قلت أستاذ عبد العزيز، الكل ربحان في هذه البطولة بشوفة ومصافحة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هذه الاحتفالية الكبيرة والكرنفال الرياضي بالتأكيد أمتع الجميع. أيضا وصول الجيش إلى النهائيات يعني بحد ذاته إنجاز. أكيد ما في شيء، يعني الجيش في يعني وصول النهاية على ما أعتقد هذه إنجاز للاعبين ومثل ما ذكرت إن الفريقين فائزين يعني في وصولهم للنهاية، والسلام على سيدي أمير البلاد المفدى، والفوز كثاني على ما اعتقد بالنسبه للجيش انجاز لهم، واكيد هذا درس ان يكونون الموسم الجاي يعني تركيزهم يكون اعلى للبطولات، كان دوري او كاس. توقعاتك مستقبلا لفريق الجيش؟ فريق الجيش على ما اعتقد يمتلك عناصر جيده، ذكرنا يحتاج يعني التركيز العالي من خلال البطولات اللي يشارك فيها. طبعا شفنا مشاركة الجماهير، حشد كبير استاذ عبد العزيز. طبعا معروف في دائما في مباريات سيدي سمو الأمير او في تحديد في النهائي يكون الملعب مليان من الجماهير، لان هذه مثل ما قلت انا عرس رياضي، هذه مناسبة اكثر مما هي مباراة، هي مش مباراة عادية، هي مناسبة رياضية جميلة نفرح فيها كلنا، نعيشها سويا الشعب القطري بالكامل. فتواجد الجماهير أمر طبيعي، يعني حتى في ناس ما ينتمون لا للسد أو الجيش راحوا يشاركون في هاليوم وهالكرنفال الرياضي اللي احنا عشناه اليوم بهذه الفرحة. نعم. حسين عموتة مدرب نادي السد، كيف لقيته يتعامل مع مجريات المباراة؟ حسين عموت على ما اعتقد يعني لعب في الفريق وكان لاعب من ضمن الان هو صافح طبعا صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. على ما اعتقد هو يعني عموت عارف الفريق وعارف اللاعبين وايش المطلوب. هو لاعب سابق ايضا. لحظه استلام الكاس الحين، تتويج الكاس. نعم الان فعلا لحظه استلام الكاس لنادي السد. على فكرة لحظة تاريخية حق طلال البلوشي، لأن أول مرة يكون قائد الفريق في هالمناسبة هذه أو في نهائي كأس الأمير يتوج باللقب كقائد لنادي السد. هذا هو اللقب الخمسة عشر أشهر لنادي السد، وهو أكثر الفرق القطرية تتويجا بالكأس الغالية. ألف ألف مبروك للزعيم صاحب الرقم القياسي، نبارك له ونبارك لجمهور عيال الذيب
وهارد لك الجيش طبعا. الكل ربحان نفس ما قلنا، الكل ربحان في هذه المباراة، في هذه الرياضة الجماعية. اللقب 15 عام 2015. عام 2015 رقم مميز. رقم مميز. برأيك أستاذ عبد العزيز، خبرة المدربين شنو أضافت لهذه المباراة؟ شوفي، هي مثل ما قلت لك أنا، المباراة هذه كانت يعني دائما مباريات النهائية بالتحديد، مباريات الكؤوس لها معايير مختلفة، ما لها علاقة بقوة فريق، أو ممكن أنت تبنين توقعاتك على أسس معينة أو على عوامل معينة، لكن العوامل هذه كلها تختفي في المباراة. لكن أنا أعتقد أن عموتة أدار المباراة بطريقة أفضل من صبر لموشي، وأعتقد أنا أن الهدف اللي سجله السد في الشوط الأول بالإضافة إلى تعادل الجيش عن مستواه في الشوط الثاني سهل مهمة السد للفوز باللقب. هاي ما يمنع أن السد استحق البطولة، المباراة النهائي استحق الفوز فيه، أدى مباراة كبيرة، أثبت مثل ما قلت لك أنا قبل أنه هو فريق بطولات، وهذا إنجاز أيضا يضاف للكابتن حسين عموتة اللي كان هو اللي هو يعتبر على فكرة هو مدرب مغربي نعم، لكن يعتبر واحد من عيال نادي السد. نعم، وفاز بكأس الأمير سنة 2000 مع نادي السد، يعني مش إنه لاعب مثلا مدرب جاي من برا، لا، يعرف لعيبة نادي السد، يعرف الإدارة السدوية، عارف واقع الكرة القطرية بشكل كبير. يستحق الكابتن حسين عموتة هذا اللقب، يستحقون السداوية عيال الذيب، الذياب كلهم يستاهلون اليوم أكيد مثل ما نشوف هاي الألعاب النارية وفرحة الجماهير، فرحة العائلات، فرحة الأطفال، النساء. اوصف لنا كابتن عادل هذه الفرحة. والله فرحة مثل ما ذكرت، يعني فرحة يعني مميزة في نهاية موسم. الحين اللاعبين والجماهير راح يحتفلون على الكورنيش على ما أعتقد ما توصف الفرحة. يعني اليوم السد على ما أعتقد راح يعيشون فرحة مميزة مثل ما ذكرت، لكن مثل ما قال بسعود يعني اليوم وبكرة ينسون الفوز لأن عندهم مباراة مهمة هي أمام الأخوية. على ما أعتقد غادرين، يعني هذه الفوز اليوم دعم لفريق السد إنه ممكن إنه يرجع ويفوز على الأخوية من خلال البطولة اللي سويها. بس بقول لك شيء عشان لا تنحسب لا علي ولا على عادل، إحنا لا مع السد ولا مع الأخوية. توقع شوية تقول تتوقع الجيش بيفوز؟ لا قبل الشوط. توقع لا أقول لك المباراة القادمة السد والأخوية. إحنا لا مع السد ولا مع الأخوية، إحنا نتمنى ان اللي يفوز في المباراه ويتاهل يمثلنا افضل تمثيل ويقدم لدور الاربعه ودور النهائي. واحنا نقول بعد هاي يعني الفوز اليوم راح يدعم اكيد يرفع من روحهم المعنويه، يرفع من روحهم المعنويه. صحيح ان 2-1 ولا الاخويه قريب، لكن ممكن السد محتاج هدفين في المباراه. اكيد احنا عندنا بس مراسلنا احمد السعدي في اجواء اختتام بطوله كاس الامير لكره القدم ومعاه لاعب اكيد يبي يلحق عليه. احمد، كيف كان تفاعل الجمهور والحضور مع مختلف فقرات الدور النهائي؟ والله الاجواء جدا جميله طبعا. نعم شذا، طبعا الف مبروك لكل السداويه فوزهم بكاس الامير للنسخه طبعا 15، هذه المره 15 اللي يفوزوا فيها السداويه طبعا، والف مبروك للجميع. مع الان كابتن المنتخب، كابتن ايضا نادي السد طلال البلوشي. طلال حياك الله معانا. طلال، الف مبروك هذا الفوز. في البدايه شعورك اليوم وانتم تفوزون بكاس سمو الامير؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شيء كبير اليوم مصافحه سمو امير بلاد المفدى، شيء كبير لنا. نبارك اليوم للجماهير الصراحه اللي ما قصروا، اللي حاضرين بالكثافه، نتمنى دائما نشوف الجماهير هاي. نشكر اليوم كل اللاعبين على المجهود نهايه الموسم، كل ما قدموا كل ما عندهم، الحمد لله ظهرنا بأداء بالنتيجة. حق من تهدون هذا الفوز؟ طبعا أهدى هذا الفوز لإخوان اللاعبين جميعا، وإلى والدتي الله يطول بعمرها، وإلى 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 ولدي العزيز علي. طيب الجيش يوم سجل الجول كان في خوف انه يرجع يتعادل ولا؟ لا والله، شوف الحمد لله ان فريق السد كاسب خبرة كبيرة من خلال البطولات الكثيرة، وممكن فريق الجيش سجل في آخر دقائق. فريق الجيش فريق جيد، فريق ممتاز، نقول له هارد لك ان شاء الله يقدم مستوى جيد.
شكرا يا كابتن، والف مبروك. طبعا نبارك لكل السداويه، تستمر الاحتفالات الان، المسير سينطلق ان شاء الله من هنا الى كورنيش الدوحه. طبعا كل لاعبين السد الان يحتفلون بطريقتهم الخاصه. نبارك لكل السداويه، واكيد هارد لك ايضا لكل مشجعي فريق الجيش وايضا لاعبي الجيش على ما قدموه في ارض الملعب. احتفاليه رائعه وكرنفال احتفالي رائع بمشاركه اكثر من 12,000 طبعا من الجمهور متواجدين داخل الكاس. الالعاب الناريه الان انطلقت هنا داخل نادي السد الرياضي، وفرحه عارمه لكل اللعبة. الاغاني الخاصه بنادي السد والخاصه بالسداويه طبعا موجوده الان داخل المقر الخاص بهم بجاسم بن حمد. اتمنى ان شاء الله لهم التوفيق ايضا في المسيره الاسيويه، واكيد شذا سنستمر في نقل هذه التغطيه الحيه والمباشره لكل الاحتفالات الخاصه بنهائي كاس الامير. يعطيك ألف عافية أحمد السعدي، أكيد الدوحة راح تعيش هذه الأجواء الاحتفالية، يعني ما شاء الله نفس ما قال أحمد أكثر من 12,000 من الجمهور متواجد في الملعب. صح، الملعب هو يتسع على ما أعتقد 13,000. إيه تقريبا أو 12 وشوي، يعني 12 وشوي على ما أعتقد كان ممتلئ الملعب، وحضور الجماهيري كان مميز، وهذا اللي يعني عطى المباراة نوع من الحماس للفريقين الجيش أو كان السد، بس جمهور السد كان أكثر من جمهور السد أكثر من جمهور نادي الجيش. أكيد بحكم الأقدمية، يعني نادي السد تكلم عن نادي تأسس سنة 69، صار للحين تقريبا قريب 50 سنة، يعني 45 سنة أو 46 سنة. عميد الأندية القطرية؟ لا، عميد الأندية القطرية الأهلي 1950. صحيح عميد الأندية القطرية الأهلي. هاي المعلومات يقولون ليها من داخل. لا لا، هو زعيم الأندية القطرية، هم خربطوا في اللقب. هو الزعيم أو زعيم الأندية القطرية الأهلي العميد. طبعا أكيد تختلف الجماهيرية الفريقين، لكن أنا أتوقع الجيش والأخوية خلال السنوات القادمة مع يعني إذا الله وفقهم إن شاء الله وواصلوا على المسار هذا، أيضا راح تكون لهم جماهيرية كبيرة مثل الأندية الثانية. يعني الأندية الثانية تكونت جماهيريتهم من خلال الألقاب، من خلال البطولات اللي حققوها. يعني الفريق يفوز على ما أعتقد الجماهير تنجذب له. يمكن عادل عاصر بداية الغرافة سنة 79، أوكي، وطبعا هذا الكلام كان في الأشبال يعني لا تكبر. وأنا بنكبره. إنزين، فلا شاف إن جماهيرية النادي بغض النظر عن المنطقة اللي هو فيها شعبت الى جميع مناطق دوله قطر، يعني فمع الانجازات مع النجوم اللي طلعهم النادي في جميع الالعاب اكيد الجماهيريه راح تزيد. كابتن عادل، شلون قدر نادي السد انه يصل لهالمرحله من التالق؟ طبيعي، يعني على ما اعتقد نادي السد اداره النادي ويعني فعلا يعني سعت جلبت لعيبه على مستوى كانوا محترفين او لاعبين مواطنين. لا تنسى انه افضل لاعب اسيوي يتواجد في السد اللي هو خلفان ابراهيم، لاعب مميز، لاعب على ما اعتقد. بس كانت مغامره ان دخل يعني المدرب النادي انه يدخل خلفان وهو بعد اصابه. لا اكيد هو شوي اكيد تاكد 100% ان خلفان سليم ومعافى، لان لو عنده شك 10% ان الاصابه الى الان مع خلفان ما اعتقد انه بيغامر وبيشارك في، خاصه انه عنده ايضا مباراه مهمه اللي هي بعد 4 ايام، فما اعتقد انه راح يغامر فيه، وعنده خاصه ان البدائل في السد بدائل عديده وعنده اوراق كثيره يقدر يستخدمها خلال المباراه. اكيد نجم لا شعبيته، ايضا اللاعب حسن الهيدوس مرشح كافضل لاعب بين اثنين محترفين محلي، وهو كقطري ايضا محلي. لا افضل لاعب لعيب في الموسم. اي في الموسم، اي في الموسم، اي قصدي في المحلي، هاي يعتبر حافز له ايضا. لا فعلا يعني حسن الهيدوس من افضل لعيبه، يعني شاهدنا من بدايه الموسم ما تخلف عن اي مباراه مع السد، كانت على المستوى المحلي والاسيوي، كانت له بصمه كبيره يعني في البطوله هذه، كذلك في الدوري، يعني هداف ولاعب منضبط، يعني انضباطيته في التدريب وكذلك في خطة المدرب في الملعب. على ما أعتقد أنا كمحلل حسن الهيدوس يستاهل أنه يكون أفضل لاعب في الموسم. أكيد طبعا مشاهدينا نذكركم مرة ثانية ب
نتيجة المباراة، هدفين مقابل هدف لنادي السد على حساب الجيش. افتتاح التسجيل كان للسد مبكرا منذ الدقيقة الثانية، موريكي عن طريق اللاعب موريكي، وأيضا نفس اللاعب حقق عند الدقيقة 76 الهدف الثاني لصالح السد، فكانت هدفين مقابل صفر للسد. بعد ذلك قلص نادي الجيش الفارق بواسطة اللاعب رومارينو في الوقت البدل الضائع 94 دقيقة بهدف لتقليص الفارق. مبروك إذن للسد وحظ أوفر للجيش. طبعا شكركم ضيوفنا الكرام على وجودكم معنا، كابتن عادل خميس لاعب أو نجم سابق لكرة القدم القطرية، حياك الله معنا، شرفنا. إن شاء الله كنا خفاف على الجمهور، وعلى ما أعتقد هاي اللاعب موريكي مو بناسيته أنت كلش. لا مو بناسيته. أيضا الكابتن أو السيد عبد العزيز معرفي مدير تحرير الرياضة بصحيفة الشرق، حياك الله. أنا لي الشرف وأنا أشكركم على الاستضافة وأنكم جمعتوني بالكابتن الكبير عادل خميس، واحد من نجومنا الكبار نتشرف فيه دائما صراحة، سواء في تواجده أو في غيبته ما ينذكر له بالخير. كلكم ضيوفنا الكرام، مبارك مرة ثانية للجماهير السداوية والعيال العيال الذيب، نقول لكم تستاهلون الفوز، كنتم قدها، نتمنى أكيد دائما المزيد من التألق والإشعاع لكرة القدم والرياضة عموما. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.